وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. في خلال المحاضرة دي، لحظة واحدة بس نقفل التليفون، في خلال المحاضرة دي هنبتدي إن شاء الله نسترجع الأول إيه اللي خدناه المرة اللي فاتت، ونبتدي نشوف إيه اللي معانا المرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، كالعادة بنشوف إيه هي الموضوعات التي تناولناها في المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة رقم 8. حاليا إحنا في المحاضرة رقم 9، وإن شاء الله في محاضرة كمان زيادة، سوري محاضرة يعني باقية، اللي هي محاضرة إيه يوم الأربعاء القادم بإذن الله. نشوف ايه اللي خدناه في المحاضره السابقه. شرحنا اكثر المشاكل اللي بتواجهنا خلال العمل على الكوريدور وكيفيه حل تلك المشاكل، تمام، وشرحنا كيفيه استخراج احداثيات نقاط القطاع التصميمي من الكوريدور واستخدامها في الموقع، بحيث احنا لو عايزين يعني نعمل شغل المكتب الفني ازاي بنستخرج النقاط بتاعتنا بتاعت التصميم. وفي عملنا برضو كيفيه استخراج الميول العرضيه اللي هي السوبر ليفيجن للقطاع التصميمي من الكوريدور، وشرحنا في حاله لو احنا استخدمنا زي ما شفنا قبل كده اللي هو اللينك اللي بالعرض، اللي هو اللينك اللي كان بتاع الجزيره، ما من خلاله ما قدرناش نطلع الميول العرضيه مظبوطه، فبنضطر ايه نضطر ان احنا نطلعها قبل نعمل اللينك ده، او بنلغي اللينك ده خالص وبنشتغل من خلال ايه الحاره مباشره ملاصقه لنقطه الايه الاسمبلي. وبعدين ردينا على مجموعه الاستفسارات الخاصه بالكوريدور، وخاصه بمجموعه حاجات دي كانت خاصه لغايه كده احنا اشتغلنا في الكوريدور. وبعدين بدانا نعمل سامبل لاين اللي هي الخطوط المسؤوله عن القطاعات العرضيه، تمام، وشرحنا كيفية عملية حساب كميات الحفر والرد من الطريق بناء على القطاعات العرضية، وأظهرناها في جداول بالفعل على الرسم. وبعدين أظهرنا القطاعات نفسها وشرحنا مكوناتها، لأن احنا قلنا إن حساب الكميات مش شرط، ممكن أحسب الكميات بدون ما أعرض القطاعات، لأن عملية عرض القطاعات في اللوحة بتتقل اللوحة، ولكن بعد كده أظهرنا القطاعات عشان نشوف شكلها إيه ونشوف مكوناتها إيه. وشرحنا سريعا كده تعديل الكود سيت ستايل من حيث الكتابات اللي بتظهر على الكوريدور، وشرحنا كيفية تعديل شكل الحفر والرد مع القطاع اللي هو عملية التهشير نفسه، وأظهرنا برضو كميات الحفر والرد من جانب كل طريق، وكنا عايزين نظهر كمان ايه الكميات بتاعه اللي هي الطبقات معانا دي، هنظهرها ان شاء الله في الايه في البدايه مع بعض دلوقتي. وفي الاخر خالص ردينا على مجموعه استفسارات كتيره كانت بتتكلم عن كذا حاجه يعني. طبعا هي الاستفسارات طبعا بتبقى موضوعات مختلفه، ولكن ممكن ترجعوا ان شاء الله ايه للمحاضرات السابقه بحيث تشوفوا اللي عندنا في كل محاضره تقريبا في مجموعه استفسارات. هو حتى الان الحمد لله يعني احنا عملنا 8 محاضرات، اجمالي عدد الساعات 19 ساعه ونص، اغلبهم طبعا شرح وشرح او سواء رد على استفسارات، والاستفسارات غالبا بتكون يعني حاجات حياتيه او موضوعات اوريدي الناس بتقابلها ايه مشاكل في الشغل ده، فبتستفسر، والحمد لله الى حد ما بنرد على الناس كتير، ولو ربنا ما قدرش يعني ان احنا نرد على بقيه الناس فسامحونا يعني على ايه على التقصير. مبدئيا كده سريعا وقبل ما نبتدي، هتلاقوا في اول في الشات نفسه او في الشات دلوقتي هنزل لكم برضو او في نفس اللينك اللي نزلناه على الجروب عندنا البيانات بتاعت الملفات بتاعت الكورس بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا بقسم لكم الملفات اللي انا استخدمتها اثناء الشرح، وفي ملفات ممكن تلاقوها زياده يعني. استخدمنا ملفات في البوينت والسيرفيس والالاينمنت والبروفايل والاسمبلي والكوريدور، وغالبا دلوقتي هنشتغل في الفوليومز الكميات والبارسلز، وان شاء الله هنحاول النهارده نغطي نبتدي في يعني الفوليومز عشان عايزين نتكلم فيها شويه عشان ما لحقناش نتكلم فيها الكميات بشكل عام، وطبعا البارسلز هنبتدي فيها، وطبعا النتورك هنحاول برضه نبتدي فيها النهارده، ولو ما قدرناش النهارده ان شاء الله تبقى ايه في المره الجايه هتكمل معانا. فدي كده الملفات اللي احنا استخدمناها مؤخرا. اخر حاجه كنا استخدمناها في الكوريدورز هتلاقي حاجه اللي هي الكوريدور تارجتس، شرحنا عليها التارجتس وعلي فيها الكوريدور الاسمبلي، وطبعا دي ايه الملفات بتاعت الاي 7 مباشره. زائد في الملفات بقى المتنوعه سوري، هتلاقوا ملفات بي دي اف، انا زودت لكم شويه ملفات بي دي اف في الكود المصري نفسه، وكان ناس سالتني عن الاشتو فنزلنا الاشتو 2011 و2018، تمام، وكان في ملفين من قبل كده اللي هو الناشونال كاد ستاندر والمفاهيم الاساسيه بتاعه السيفل. زائد الروابط، كان في برضه شباب سالوني على الناس اللي انا بذكر اسمها اثناء المحاضرات، واللي هي يعني بنرشحها او سوري يعني بنوجه اليها الاهتمام من حيث القنوات بتاعتهم. فطبعا في القنوات كلها ضفنا طبعا مؤخرا قناه اخونا محمد عبد العظيم وعبد الله العجمي والشيخ اشرف غنيم، وهو تعليق وده رابط التعليم السابق سامبل كومبوزر، وطبعا دي قناه المبدع زي ما انا بسميه كده اللي هو جيف بارتلز، ده انجليزي بس قناه يعني محترمه جدا وفيها محتوى رائع، والان جيلبرت برضه نفس الشيء، وفي جيري بيرتلز كمان انا نسيت احطه بس مفيش مشكله، جيري دوت اللي هو اخو جيف. وفي برضو عندنا هنا اللينك ده فيه كتب تعليم 7 3D واكواد تصميم، برضو نشوفه مع بعض. انا هاخد مثلا كده كنترول سي، مش عارف هيجي معايا كنترول سي كنترول في، ايوه اوكي معايا. لو فتحناه برضو
انا جمعت لكم مجموعه هنا، ادي كتب سيفل 3 دي انجليزي، اتنين دول مذكره مهندس محمد صمدي انجليزي، وكتاب ايه سيفل 3 دي. وفي عندنا برضو كتب بالعربي، طبعا كل الكتب العربي اغلب اللي موجود معايا يعني نزلته هنا في اللينك ده، كلهم بيشرحوا السيفل بشكل عام، وغالبا كلهم بصراحه بيشرحوا السيفل من خلال الطرق، مش الايه مش الاجزاء التانية. وفي اصدارات الاشط المختلفه سواء عربي او انجليزي، لان في نسخه بالعربي اوريدي كان مهندس فواز العنسي ربنا يبارك له ومجموعه تانية من الشباب من معاه بالفعل ايه عملوا لنا الايه الاعراب. تمام كده، طيب تعريب، سوري مش الاعراب، التعريب. فده كده المجموعه اللينكات هتلاقوها كلها برضو موجوده فين في الرابط اللي هنا ده، وده ملف السوبر فيجن اخونا خالد عبد الكريم كان عامله عن ايه برضو موجود هنا. تمام، وفي هنا روابط المحاضرات عشان الناس اللي فاتتها المحاضرات اللي فاتت، ادي الروابط من واحد ايه من واحد الى 8، وان شاء الله كل ما بينزل رابط جديد من ايه بننزله على طول. يبقى كده ده كل الملفات اللي احنا استخدمناها واللي هنستخدمها سواء المره دي، وان شاء الله بقيه المرات هبقى انزل لكم بقيه الايه بقيه الملفات. طيب نبتدي نرجع للايه للبرنامج عندنا، نقفل هنا كده نقول له سيف. دلوقتي هنبتدي من اول، دلوقتي نشوف اول حاجه احنا اخر مره هنشوف الملف اللي معانا، انا نقحته شويه بس كده وشلت فيه حاجه شويه تفاصيل ما كانش ليها لازمه، بحيث ايه نفس الملف ده هو نفسه اللي هتلاقوه موجود في ملف الايه ملف الكوريدور على اللينك اللي اللينك بتاعنا. طيب اول شيء كنا احنا حاسبين هنا الكميات بتاعه الحفر والردم، زي ما احنا شايفين ادي الحفر الردم كان باللون الاخضر، والحفر عند ايه هنا باللون الايه باللون الاحمر. هنبتدي نحسب كميات بتاعه الطبقات عشان نظهرها في القطاع، لان كان طلب ان تظهر جدول بجانب القطاع نفسه او تحت القطاع ايا يعني كان مكانه فين، ويكون في الطبقات او كميات الطبقات عند كل قطاع. ففي العادي البرنامج لو احنا ضغطنا على اي قطاع من القطاعات اللي موجوده وقلنا له فيو جروب بروبرتس، تمام، وجينا عند قسم السكشن فيوز هنفتح شويه كده هنلاقي حاجه اللي هي الايه تشينج فوليوم تيبلز، نضغط عليها في عندي هنا نوعين، في حاجه اسمها توتال فوليوم والماتيريال، فخلينا في التوتال فوليوم كبدايه وبنقول له اد، بينزل لي مين التوتال فوليوم عندي هنا، وفي نفس الوقت هنا انا بقدر احدد مكانه بيبقى موجود فين. مجرد ما احنا بنغير هنا مباشره زي ما انتم شايفين بيتغير معانا الشكل هنا، تمام. فلو احنا خليناه مثلا خليها على التوب رايت على اليمين دلوقتي كده عشان من ايه ما ناخدش في تفاصيل جديده، انتوا بصوا ممكن تغيروا زي ما انتم شايفين الاماكن، لو عايزينها تحت مثلا في البوتوم ميدل سنتر خليها في البوتوم سنتر مثلا، يبقى كده ده تحت، والتوب سنتر يبقى سوري توب سنتر يبقى كده، يبقى القطاع وتحت منه ايه وتحت منه الجداول بتاعته. حلو، مجرد ما انت بتغير من هنا بيظهر معاك مباشره التغيير بتاعك هنا فين. حلو، هنبتدي ايه نيجي على التوب رايت ماشي، وانا عايز التوب ليفت زي كده، وبقول له اوكي، ونبتدي نشوف القطاعات اللي هتظهر معانا ونقول له اوكي. طبعا القطاعات انا هنا غيرتها خليتها كل 25، المره اللي فاتت كنا عاملينها كل 12 كام؟ كل 12 ونص. زي ما انتم شايفين القطاعات الجداول نفسها ما جاتش في الكورنر هنا، فما نقلقش من اي شيء، كل ما هنا وزي ما احنا ضاغطين على القطاع ده دايما بنعمل ابديت جروب لاي اوت، ممكن مره او مرتين ورا بعض بحيث يبان ايه؟ يبان معانا التغير. زي ما انتم شايفين ظهر معانا هنا موجود على الشمال، وزي ما قلنا ان الخط ده عباره عن خط اسمه البفر، ده مهمته لو احنا عندنا اي تفاصيل احنا رسمناها هنا وعملنا اي تحرك لخط البفر ده بيتحرك معايا. عاده الجدول ده زي ما قلنا المره اللي فاتت بيظهر كبير، لو ظهر معاك الجدول كبير بتعمل تختار الجدول نفسه وتعمل كليك يمين وتقول له ايديت تيبل ستايل، وبتدي تغير حجم الكتابات هنا، بيتغير معاك مباشره حجم مين حجم الجدول اللي موجود. طيب الجدول زي ما احنا شايفين ملاصق للقطاع زي ما احنا شايفين كده، فانا نضغط على اي جدول اي سوري اي قطاع فيهم وبندخل له فيو اديت جروب، وبنيجي على التشنج فوليوم تيبل. حلو، بنغير قيمه مين؟ الاكس. انا عايز احرك الجدول يمين وشمال، فبغير قيمه الاكس مثلا بخليها 10 على سبيل المثال، وبقول له اوكي اوكي. هنلاقي الجدول بعد شويه، في نفس الوقت انا مش عايز اشوف البفر حاليا، مش هحتاجه في شيء، هعمل كليك يمين وبقول له اديت سيكشن فيو ستايل، وبنيجي في قائمه الديسبلاي. حلو، وبندور على البفر، هتلاقي حتى ايه لو درافتنج بفر اوت لاين، فبشيل لي بقفل اللاير بتاعته بقول له اوكي. نفس الشيء برضو عشان الكتابات ما تتدخلش، زي ما احنا شايفين في كتابات على الرايت سايد هنا في القطاع، برضو بنضغط على القطاع كليك يمين وبنقول له اديت سيكشن فيو ستايل، وهي عباره عن لاير. اللاير دي احنا عندنا زي ما شايفين ليفت اكسس اللي هو الليفت اللي على الشمال هنا، والرايت اكسس اللي على اليمين، فاحنا عايزين رايت اكسس انوتيشن، انوتيشن اللي هي الكتابات، فبقفلها من هنا، وبرضو لو في تيك اللي هي الايه الشرطه الصغيره دي برضو بقفلها من هنا وبقول له اوكي.
هنلاقي ان الكتابه اللي هنا والشرطه اللي هنا اختفوا معايا. تمام كده انا اظهرت مين؟ اظهرت قطاع سوري الجدول بتاع الحفر والردم. حفر والردم نبتدي نشوف مين. انا عايز بقى اظهر الجدول بتاع الكميات بتاعه الطبقات. انا عندي هنا طبقات، لو رجعنا للقطاع بتاعنا الاساسي اللي احنا شغالين بيه تقريبا ده، انا عندي البيف 1 والبيف 2. لو احنا ضغطنا حتى عليها على اللير قلنا كنترول 1، هنلاقي عندنا هنا البيف 1 البيف 2 البيز والسب بيز. تمام كده. فانا عايز اعمل الكميات دي، مجرد ما احنا بنضغط سواء على السامبل لاين او ان احنا بنضغط على القطاع نفسه وبنيجي نقول له كومبيوت ماتيريال، اهو ده السامبل لاين اللي انا شغال عليه في الرو 1 وبقول له اوكي ماشي. كل ما هنالك ان احنا هنضغط على اد نيو ماتيريال، لان لو قلت له امبورت انذر ماتيريال انذر سوري كارتيريا هيجيب لي كارتيريا اساسيه كامله من الاول والجديد. فانا في الحاله دي لا، انا عايز اضيف على اللي موجود بحيث اقدر اضيفه للجداول. كل ما هنالك ان انا اقول له اد نيو ماتيريال، تمام الماتيريال دي هسميها مثلا بيف، سوري انا اسف بيكتب عربي كل مره، بيف 01 مثلا. تمام كده ده المسمى بتاعها. هي عباره عن ايه؟ احنا عندنا الماتيريال نفسها الكوانتي تايب عندنا يا اما كات يا اما فيل يا اما كات اند فيل يا اما ايرث وورك يا اما ستراكشر. ففي الحاله دي انا بدور على ستراكشر، لان الاستراكشر ده هو عباره عن اللي هي الاجزاء اللي بتبني الطريق عندي. ستراكشر معناها اللي هي الحاجه الاساسيه او القطاع التصميمي اللي بيبني الطريق عندي. ففي الحاله دي بقول له انا عايز ستراكشر، وبيقول لي الشيب بتاعها عباره عن ايه. فبقول له والله الشيب بتاعها مثلا اللي هيبقى لونه بيف واحد مثلا، لان الشيب اللي هو نفس فكره التهشير اللي موجود. حلو. ولكن هي المحتوى بتاعي، لان حتى الان ما فيهوش محتوى زي ما انتم شايفين، ما فيش علامه الزائد. يعني هنا في علامه زائد فعندي اسطح، لكن هنا ما فيش علامه زائد، يعني حتى الان المحتوى فاضي ما فيهوش اي شيء، لازم بضيف له محتوى. الداتا بتاعتي، فبقول له هنا داتا تايب، نوع الداتا هل هو سطح ام كوريدور شيب. ففي الحاله دي بقول له لا كوريدور شيب، لان هو كل ما هنالك هيشوف الشكل بتاعي اللي موجود في القطاع، الشكل اللي هو يمثل البيف واحد، ويبتدي يحسبه لي هنا. فبقول له كوريدور شيب، فهو شايف على طول مباشره، قال لي انت عندك حاجه اسمها بيف واحد وبيف اتنين وصب وبيز وصب بيز. جاب دول منين؟ من القطاع التصميمي اللي انا عامله له. فلو انا عندي بيف سبيشال، يعني انا عندي سوري، لو انا زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا في جزئيات ممكن نعملها بالسب اسمبلي كومبوزر بحيث يحسب لي منطقه معينه في القطاع. فلو هي قد المنطقه دي واخده كود بالفعل، هنلاقي الكود بتاعها ظهر مباشره معايا. فين ظهر معايا؟ هنا. تمام. ففي الحاله دي انا هاخد البيف واحد وبقول له علامه زائد اللي هو اضافه، يبقى كده اضاف لي في البيف واحد، ضاف لي مين؟ ضاف لي الشكل بتاع البيف واحد من الكوريدور ستراكشر. نفس الحكايه هقول له اد ماتيريال، تمام، وهسميها مثلا بيف 2. تمام كده. وهي عباره عن ستراكشر والتفاصيل بتاعتها مثلا اللي هو بيف 2 ده كده الشكل بتاعها اللي هيظهر على القطاع. وفي نفس الوقت المحتوى نفسه هختار له هنا بيف 2 وبقول له ايد. يبقى زي ما احنا شايفين بتظهر علامه الزائد، معناها ان في بالفعل في حاجه تحت منها، يعني في عنصر موجود فيها. ثالث حاجه اللي هو البيز، صح كده، وفضل تسمى بنفس الاسم، لان الاسم ده هو اللي هيظهر مين، هو اللي هيظهر معاك في الجدول على الشمال زي ما احنا هنشوف دلوقتي. حلو. برده نفس الشيء ده ستراكشر، والشكل بتاعها اللي هو البيز، لا ده سب بيز، انا اسف، احنا عايزين البيز هيبقى حرف البي فوق بيزك بيز 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 بيز. انا مش شايف البيز، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو البيز فوق، واقول له اوكي. تمام. في نفس الوقت هضيف له من هنا الشكل بتاعي البيز وبقول له ات. اخر حاجه نقول له هنا عندنا اللي هو السب السب بيز. تمام. برضه ستراكشر، وهنا عندنا السب بيز، واهم شيء عندي مين؟ الشيب بتاعها اللي هو السب بيز. تمام كده. يبقى احنا ضفنا الاربع ايه؟ الاربع حاجات اللي عندنا، البيف واحد بيف اتنين بيز وسب بيز. ومجرد ما بقول له اوكي بيبتدي يظهرهم لي على القطاع. عملنا حتى زوم زي ما شايفين، انا المفروض القطاع بتاعي اساسا انا عامله بحيث ان هو يبقى فيو اونلي. يعني لو رجعنا حتى هنا تاني، بستاذنكم في السكشن زي ما انتم شايفين هو ظهرهم رسمهم على الرسمه، اهم البيف والبيف واحد واثنين والبيز والصب بيز. لو انا شلت مثلا المجموعه دي من على الرسم وقلت له اوكي، لان هو اساسا القطاع اللي انا مختاره او سوري الكود سيت اللي انا مختاره مختاره بدون تهشير، ولكن عشان انا حسبت كميات فظهر ظهر مين؟ ظهر نفس اترسم معايا بنفس الالوان اللي انا ايه اللي انا عطيتها له.
تمام كده. يعني انا ممكن اغير كمان الالوان هنا زي ما انا عاوز، كل ما هغير ان انا بغير الماتيريال هنا. فعلى سبيل المثال في السب بيز، بدل ما هي الماتيريال بتاعتها سب بيز، لا هقول له والله الماتيريال بتاعتها مثلا خلينا نقول جرافيل، وبقول له اوكي ونشوف كده الشكل هيتغير يبقى عامل ازاي. ننتظر زي ما انتم شايفين اتغير، ايه اتغير الشكل بتاعه، لان الجرافيل مثلا جاي بالشكل ده. لو حبيت برضو تغيره زيه زي مين، زيه زي الستايل بتاع التهشير، مجرد بتضغط عليه كليك يمين وبتقول له ايديت سيكشن ستايل، برضه بتغير هنا اهم شيء تقول له سيكشن. هو زي ما انتم شايفين اللي هو لونه ايه السوليد واللون ده، فانا بقول له لا مش عايزه سوليد، انا عايزه والله مثلا بشكل خلينا شكل كده ايه على سبيل المثال اللي هو الجرافل، الشكل الفعلي للجرافل، وهخلي مثلا 0.25 وبقول له اوكي. 0.25 كبيره، نصغرها شويه في السيكشن، هقول له 0.05 اهو. زي ما انتم شايفين اتغير ايه، اتغير الشكل معايا تمام كده. لكن الشكل ده هو شكل الماتيريال نفسها اللي اتحسبت. طيب انا عايز ابتدي اظهر الجداول جنب منها، كل ما هو انا بضغط على اي واحد فيهم موجود وبقول له برضو فيو جروب بروبرتس، وباجي هنا في السكشن فيوز عند التشنج فوليوم تيبل تمام، وبختار له من هنا النوع انا عايزه ماتيريال. مجرد ما بقول له اد بيظهر لي مين، بيظهر لي الماتيريال بناء على، بيقول لي الجراوند ريموف جراوند فيل اللي هو الكات والفيل. حلو، وعندك بيف 1 بيف 2 بيف 3 بيف 4. يعني الكات والفيل انا ممكن اظهرهم في نفس الجدول مع مين، مع المجموعه، او اظهرهم في جدول منفصلين. ففي الحاله دي انا مش عايزهم الكات والفيل من هنا مثلا، انا عايز اظهر البيف 1 و2 و3 والبيز 1 والبيز سوري والسب بيز. مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين ظهروا معايا هنا، واقول له اوكي تمام ماشي، وننتظر عليه بس لحظات ونقول له اوكي. هنلاقيه ظهر جنب منه مباشره. انا عندي هو بيقول لي الماتيريال بتاعتك ات ستيشن 0، قال لي البيف الاريا كام والفوليوم كام. طبعا عشان احنا هنا في اول قطاع، نيجي مثلا في القطاع اللي هو القطاع الثاني، هيبتدي هو الراجل يقول لي الاريا بتاعتي والفوليوم بتاعي والكوميوليتيف كام اللي هو الايه عمليه التراكمي كام حتى الان. لو جينا حتى في اخر قطاع خالص زي ما شايفين القطاعات الشكل اختلف، مجرد ما احنا ايه بنعمل ابديت جروب لاي اوت، احيانا بنعملها مره واحده واحيانا مرتين كده. هو زي ما احنا شايفين جايب لي كل قطاع جنب منه جدولين. طبعا شكل الجداول انتم ممكن تعدلوه في اي مشكله، حتى بصوا الكتابات هنا بتاعت الجدول ده كبيره، اضغط عليها واعمل كليك يمين واقول له ايديت تيبل ستايل، وابتدي اصغر الكتابات 2.5 زيها زي الايه زي اللي جنبها مثلا 2.5 كده و2.5، وبقول له اوكي. عايز يظهر الجدول يبقى الاثنين شبه بعض، في جاب او مسافه ما بين الخط ما بين الجدولين عايزين نلغيها، بنضغط على القطاع ونقول له فيو جروب بروبرتس، ونيجي في التشنج فوليوم تيبل. زي ما شايفين في جاب كبير هنا، في الحاله دي بقول له الجاب لا خليه مثلا 5 فقط، وبقول له اوكي بحيث يبقى في جاب صغير بس ما بين مين، ما بين هنا وما بين هنا. ولازم في الاخر نعمل مين ابديت جروب لاي اوت تمام عشان يعدل لي الشكل. اه يبقى كده انا عندي كل قطاع جنب منه جدولين، جدول خاص بالفوليوم تيبل اللي هي الكات والفيل، وجدول خاص بالايه بالماتيريال. لو جينا حتى في الاخر خالص هنا في اخر قطاع، يبقى ده كده اجمالي القطع اللي هو ده اجمالي القطع، وده اجمالي الردم. في نفس الواحد انا عندي هنا اجمالي البيف 1 كام، واجمالي البيف 2، واجمالي البيز، واجمالي مين السب بيز. كده بقى احنا اظهرنا القطاعات واظهرنا الجداول بتاعتنا جنبها. طبعا الجداول بتغير شكلها زي ما انتم عايزين، والقطاعات نفس الشيء. وكنا وجهنا ان احنا في فيديوهات كتيره اتكلمنا عن عمليه الايه القطاعات ممكن نعدلها ازاي كشكلا تمام كده. اتمنى كنا احنا غطينا كده القطاعات بشكل كبير. كده ناقص لنا مجموعه بقى حاجات كانت منفرده. رقم واحد حساب كميات المستخلصات الشهريه. انا معيش سطح تاني هنا مبدئيا، ولكن معايا ملف تاني مجهزه ممكن نستخدمه في عمليه حساب كميات الايه المستخلصات الشهريه. بسم الله الرحمن الرحيم، لحظات واكون معاكم لحد كده. الامور تمام ولا ايه؟ ولو الصوت مش باين بلغوني. ها الصوت تمام يا باشمهندس. تسلم يا رب، تسلم والله، وجودك معانا شرف كبير يا مهندس عمر والله. شرف يا استاذ، والله كان استاذ. ادي في الفوليومز المستخلصات الشهريه. طبعا انا بحاول معلش يعني استخدم الملفات من اللي عندي من اللي موجوده يعني عشان اشرح لكم بايه بشكل اسرع واسهل. يعني الملف ده كنت بالفعل شرحته قبل كده عليه في المستخلصات الشهريه. طيب دلوقتي انا عندي المشروع بتاعي اللي هو ده جزء من مشروع المترو. لو ضغطنا عليه كده وبصينا،
انا عندي الشكل بالظبط كده، المفروض انا الارض الطبيعيه موجوده فوق وهنحفر بشكل شبه راسي لغايه تحت كده تمام، وعندي في المنطقه اللي في النص دي ما اتحفرتش لان انا عندي كل ما هنالك. الفكره ان انا عندي خط مترو بيعدي من على اليمين تحت وخط مترو تاني من على الشمال، وفي خط علوي هيبتدي يطلع من هنا ويخش ايه ويخش يسار كده ماشي، بس هو طبعا مش مفرغ له في المنطقه دي. بس مبدئيا نبتدي نشوف، انا عندي ادي الشكل القطاع التصميمي اللي هو الشكل ده كده. ثواني بس اقفل البوردر واقول له اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن احنا ما عندناش في السيكشن، اقفل البوردر في السيكشن ماشي. اهو القطاع التصميمي بتاعي اللي هو لونه ايه، اللي هو لونه ازرق حلو، والارض الطبيعيه بتاعتي اللي هي لونها احمر اللي موجوده فوق، ودي مساحه القطع اللي هيتم قطعها في المشروع كله. فطبعا ده كده المشروع اتحسب بالكامل، فممكن كل ما هنالك ان انا باجي في قائمه انالايز وبقول له توتال فوليوم تيبل حلو، وبقول له انا عايز احسب الكميات. الكميات اوريدي محسوبه بس انا عايز انزلها بشكل جدول فين على الرسم يعني. ادي الكميه بتاعتي الاجمالي كام؟ 75405 كلها ايه؟ كلها قطع. الكميه كلها كلها قطع تمام؟ طيب عايز ابتدي احسب الراجل مثلا المئوي اللي اشتغل في المشروع ورفعنا رفع بعد مثلا اول شهر، وعايزين نبتدي ننزله على القطاعات عشان نحسب له الكميه الشهريه. نبتدي نضيف له ازاي؟ كل ما هنالك نشوف كده معانا في الملف هنلاقي حاجه اسمها المانث واحد اللي هو اول شهر مثلا، عايز اضيفه للقطاعات اللي موجوده. مفيش مشكله انت عملت السطح منين ايا كان، مفيش مشكله عملته بقى من نقاط، عملته من سطح خارجي، عملته ايا كان الطريقه، المهم السطح بتاعك يكون موجود فين؟ موجود في الرسم. اول شيء هبتدي يا اما اضغط على السامبل لاين يا اما بضغط على القطاع نفسه وبقول له والله انا عايز اعمل سامبل مور سورسز. سامبل مور سورسز دي مهمتها ان هو بيجيب مور سورسز يعني مصادر ثانيه يبتدي يحطها على القطاع ويظهرها لك. من ضمنها تقدر تستغرق تجيب شبكات ميه نتوركس بشكل عام، او تجيب اسطح او كوريدورز. فانا في الحاله دي انا عايز اجيب اسطح، فبقول له سامبل مور سورسز تمام، وبيجيب لي هو اي شيء اهو زي ما انتم شايفين افيلبل سورسز. ايا كان السورس هيجي لك فين هيكون موجود معاك في الرسم. اي سورس موجود في الرسمه سواء في نفس المنطقه دي او موجود في اي حته في الرسمه هيكون موجود هنا معاك. عايز تضيفه مجرد بتضغط عليه وبتقول له اند، ولو انت عايز تشيل اي عنصر تاني بتضغط عليه وبتقول له ايه؟ بتقول له ريموف ماشي. في الحاله دي انا قلت له ايه اللي هو المانث رقم واحد، والستايل بتاعه عامل له اللي هو مانث ايه؟ مانث بيل اللي هي الايه؟ الفاتوره الشهريه. مجرد ما بقول له اوكي ببتدي انتظر لحظات، يبتدي يظهر المفروض معايا زي ما انتم شايفين الخط بتاعي اهو وظاهر عليه كتابات. هو ده الستاندر عادي بيظهر كده. فكل ما هناك بضغط على القطاع وبقول له فيو جروب بروبرتيز تمام، وباجي في كلمه سيكشنز لان منطقه جزء خاص بالسكشنز دي اللي بيعدل الرسومات او الكتابات اللي موجوده في القطاع نفسه. ففي الحاله دي في المانثلي بيل انا بقول له والله ليبل سيت ستايل ليبل سيت، هقول له ايه نو ليبل باكد له عليها. وبمجرد ما بقول له اوكي واقول له ابلاي زي ما انتم شايفين ظهر معايا مين؟ ظهر معايا الخط موجود هنا. طبعا انا عندي خط بفر خارجي هنا عشان بس يبقى ايه نشيله هو كمان. ادي خط البفر الخارجي بقول له اوكي عشان لما نقول الاخضر تبقى العمليه واضحه بالنسبه للناس. طيب يبقى انا كده عندي خط احمر اللي هو الارض الطبيعيه، خط ازرق اللي هو التصميم، وعندي خط اللي هو مين؟ خط الاخضر ده اللي هو الكميه الشهريه. طيب الكميه الشهريه المفروض اللي اتحسبت فين؟ هل هي فوق الخط الاخضر ولا تحت الخط الاخضر؟ حاليا انا بحفر فهي تعتبر الكميه اللي فوق الخط الاخضر تمام كده؟ طيب هل هحاسب المقاول على الجزء اللي خارجي اللي بره هنا ولا لا؟ طبعا هو فعليا ما بيتحاسبش عليه، هو المفروض عنده حدود معينه بيلتزم بيها، اي حفر زياده عن الحفر بتاعه فده اللي انا ايه بقول له انت ايه احسبها. ففي الحاله دي سوري الحاله دي انا ما بحسبهالوش، ففي الحاله دي ما ينفعش ان انا اعمل فكره سطحين من بعض. ليه؟ لان فكره السطحين من بعض في البرنامج مش هيقدر يحكم لي مين، مش هيقدر يحكم لي فين التصميم من الموضوع، لان حساب الكميات سطحين من بعض بياخد السطح الاول والسطح الثاني ويحسب المساحه المساحه المشتركه ما بين السطحين زي ما هنشوف كمان شويه ان شاء الله في الشرح. ولكن في الحاله دي لا، انا عندي مين؟ انا عندي حدود جانبيه للميل للطريق سوري للقطع بتاعه، حدود مايله مثلا فلازم يلتزم بيها. فاحنا بنستخدم في الحاله دي القطاعات. طيب انا هحسب ازاي دلوقتي الكميه؟ كل ما هنالك بضغط على القطاع نفسه وبقول له كومبيوت ماتيريال تمام، وبقول له اوكي دي الماتيريال اللي محسوبه هنسميها حتى كات اند فيل اند فيل، يبقى دي كده الكميه اللي محسوبه الكات والكام والكات والفيل. انا حاسبها بفكره الايرث وورك عشان كلها يجي لون واحد فما فيش مشكله بالنسبه لي. وزي ما انتم شايفين انا عندي هنا سطح البيز بتاعي اللي هو الان جي ال، وسطح الكومبير اللي هو مين؟ اللي هو سطح رقم 6 حلو كده اللي هو اللاين 6 ده اللي هو الايه التصميمي تمام. ف
فمجرد ما انا بقول له لا انا عايز اضيف سطح تاني اللي هو سطح المونثلي بيل وبقول له اد، فهو ظهر معايا مين؟ ظهر معايا سطح المونث وهو قال لي نوعه بيز، فبقول له لا انت مش بيز انا كومبير، يعني سطح ايه؟ سطح مقارنه. مجرد ما بقول له اوكي ونبتدي نشوف كده اللي هيحصل ايه، زي ما انتم شايفين هو عمل ايه؟ التزم بخط الاساسي اللي هو خط الارض الطبيعيه، والتزم بالخط المايل بتاع التصميم، وحسب لي المنطقه المشتركه ما بينهم. يعني دلوقتي انا عندي المفروض سطح الارض، هو انا قارنت سطح اللي هو سطح الشهر المفروض يوصل لحد هنا، ولكن لا هو ما اخدش المنطقه الخارجيه اللي بره دي لانها بره حدود التصميم، وبالتالي اخد لي بس المنطقه الداخليه اللي جوه مين؟ اللي جوه حدود التصميم. حلو كده، يبقى انا كده هيحسب لي فقط المنطقه اللي هي مش تعتبر منطقه ما بين الخطوط التصميم ولغايه الارض الطبيعيه، كل ما هو مشترك في المنطقه دي اللي هيحسبه لي، اما بقيه الشغل بتاع المقاول الخارجي ده مش هيحسبه لي. وبالفعل هنلاقي مره سوري الكميات بتاعتنا بقت كام؟ 17278، رغم ان هي كانت طبعا دي ككميه كبيره قبل كده، ولكن هو حاليا اللي اظهره لك في القطاعات اللي انت شايفها دي هو ده اللي اظهره لك فين؟ في الجدول. فاي وقت حبيت تلغي الموضوع ده بتيجي تاني في الكمبيوت ماتيريال، بتضغط على قطاع بتقول له كمبيوت ماتيريال ونقول له اوكي ماشي، وبنيجي على المونثلي بيل ده وبتقول له ريموف، نرجع تاني نقول له اوكي. زي ما شايفين هنا حسب لي الكميه كامله اللي هي كان كام؟ 75400، ولكن انا عايز احصرهم بس في المنطقه دي، فبالتالي بقول له انا عايز اعمل كومبيوت ماتيريال وبقول له اوكي، وبضيف له هنا بضيف له مين؟ سطح اللي هو المانث، وبقول له اد. طبعا لو انا قلت له كبيز نشوف، لو كان كبيز وقلنا له اوكي نشوف هيحسب ايه بالظبط. هنا حسب لي الكميه المتبقيه، الكميه المين؟ المتبقيه، ده في حاله لو انا اخدته كايه؟ كسطح بيز. اما لو اخدته ككمبير هيجيب لي الكميه ايه؟ الكميه اللي تمت بالفعل. تمام كده، يبقى انا عندي اثنين اوبشن، ممكن احسب الكميه المتبقيه كام، فساعتها هنشوف الجدول قال لي والله انت متبقي لك 58000 متر. حلو، يبقى ده كده الكميه المتبقيه كام. اما لو انا عايز احسب الكميه اللي اتنفذت كام، لا بعكس بس كل ما هنالك، برجع تاني هنا وبقول له بدل ما السطح الثالث اللي هو اللي انا ضفته ده بدل ما هو سطح بيز، لا هقول له والله ده سطح مقارنه اللي هو كومبير، وبقول له مين؟ وبقول له اوكي. فزي ما انتم شايفين جاب لي الكميه بس الايه اللي موجوده معايا فوق اللي هي حوالي كام؟ 17278. تمام كده، يبقى في المستخلصات الشهريه بضيف الاول خط الارض الطبيعيه والتصميم عادي خالص، يعني بعمل الكميه الاجمالي، وبعدين برجع اضيف سطح مين؟ سطح المقارنه بتاعي اللي هو الجديد ده، على اساس ان هو سطح مين؟ سطح ثالث، وبالتالي البرنامج بيحسب لي فقط السطح الايه؟ السطح الثالث. حبيت بقى تحسب الكميه الفعليه للمقاول على القطاعات، بتعمل كومبيوت ماتيريال ثانيه. تمام، على سبيل المثال كده هقول له والله انا عايز امبورت انذر كارتيريا اللي هي مثلا ايرث وورك. تمام، وبقول له والله انا عايز سطح الان جي ال واقارنه بسطح الشهر الاول، وبقول له ايه؟ وبقول له اوكي. ففي الحاله دي كميه اول هنسميها مثلا اول اللي هي كل اللي اشتغله الراجل اللي هو الكميه اللي اشتغلها. زي ما انتم شايفين هيجي مباشره جالي تهشير هنا، هي كل ما هنالك لان التهشيرين مفتوحين، التهشير الاساسي اللي هو اللي جوه طبعا، والتهشير الخارجي ده. حتى هنغير شكل ده من ده مبدئيا عشان تشوفوا الفرق ما بينهم. هنخلي التهشير الجديد القديم اللي هو الايرث وورك القديمه دي تقريبا، هنخليها اللي هي مثلا زي الكاتس على سبيل المثال، كات 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 ماتيريال، اقول له اوكي ابلاي، وبقول له اوكي. اهو زي ما انتم شايفين الكات ماتيريال اللي هي مين؟ اللي هي جوه فقط، حتى حدودها باينه هنا ان هي واقف لحد فين؟ لحد التصميم. اما الثاني حسب لي الكميه الاجمالي. يبقى انا ممكن في الحاله دي بعمل تيبل جديد، بقول له والله انا عايز كميه الاول كلها في جدول واحد جنب مين؟ جنب الجدول بتاعي ده كده مثلا على سبيل المثال. يبقى هنا دي الكميه اللي الراجل عملها كام كلها؟ 23000 متر، ولكن في حين الكميه الفعليه اللي هو المفروض يتحاسب عليها 17000، لان هو حسب ايه؟ لان هو عامل كميات بزياده يمين وشمال، دي مش ايه؟ مش موجوده معايا جوه الحسابات. حلو كده، يبقى انا عندي ان انا ممكن اعمل اوبشن للحالتين. طيب ده كده الشهر الاول، طب الشهر الثاني هنعمل ايه؟ هناخد مثال بس بسيط كده، هنعمل سطح جديد هقول له مانث 02. تمام، وبقول له اوكي ماشي، وانا اخد نسخه من مانث 01 دوت وبقول له بيست سيرفيس، اديني نسخه من الايه؟ من الشهر رقم واحد، وانزل لي بيها مثلا ريز اور لور، بقول له ناقص 3 متر وبقول له اوكي. حلو، وباجي هنا بضغط على السطح اللي سوري القطاعات اللي موجوده وبقول له سامبل مور سورسز، انا عايز مين؟ السطح الجديد ده، وبقول له ايه؟ خليه لي على اساس ان هو مانثلي بيل برضه، وبقول له اوكي.
هنلاقي يظهر معانا هنا ايه، او ظهر معايا الخط تحت هنا كده برضو نفس الشيء عشان الغي الكتابات اللي عليه من اللي هو مانس 2، بقول له هنا نو ليبلز وبقول له اوكي. يبقى كده ظهر معايا مين اللي تحت هنا. طب انا عايز دلوقتي احسب الكميه الجديده. في مدرستين، في مدرسه يقول لك لا خلي القديم واحسب ضيف الثالث كسطح كومبير يجي معاك، او احسب الكل واطرح منه ده. بمعنى ايه؟ هبتدي بس استاذنكم نشيل نخفي الماتيريال اللي موجوده الكبيره دي اللي هي بتاعه المقاول، ان هي دي نخفيها، نقول له ابلاي. تمام حلو كده. ونشوف المدرسه الاولى ايه والمدرسه الثانيه ايه. ادي لو قلنا احنا هنا نرجع دي زي ما كانت، نستاذنكم برضو بسم الله اللي هي الكات ماتيريال هخليها بيزك ابلاي اوكي. تمام كده. طيب هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل كومبيوت ماتيريال، وابتدي مين؟ وابتدي اضيف في الكات اند فيل ده، هضيف السطح الجديد بتاعي اللي هو السطح مين؟ سطح الشهر الثاني، وبقول له اد، وبقول له على اساس ان هو كومبير، وبقول له اوكي. نبتدي نشوف. زي ما شايفين ما حصلش شيء، لان هو بيقارن بسطح مين؟ بالسطح اللي فوق. لو احنا قلنا له بقى على اساس ان هو بيز، نغير كده نشوف هيجذبك معانا ولا لا. لو احنا قلنا هنا دين دين، هقول له لا ده بيز، وبقول له اوكي. برضه ما ظبطش ايه؟ ما ظبطش معانا. لم تظبط معنا زي ما بيقولوا. ففي الحاله دي انا عمدا ما بعملهاش والله كده. انا بعمل ايه؟ انا بلغي، مش بلغي، بشيل السطح القديم بتاع الشهر اللي فات واحط الشهر الجديد على نفس الماتيريال ليست. هي كل ما هنالك ان انا باجي هنا ادي الكمبيوت ماتيريال حلو، وباجي هنا على، لان احنا لازم نغير برضو سطح البيز وسطح الكمبيوتر. هنلاقي حاجه ده، هنلاقي دوت، هنلاقي ده بيز تقريبا بسم الله. لان لازم، هي الفكره كلها ان احنا هنغير واحد، يعني بقى واحد كومبير والتاني بيز. ففي الحاله دي انا بعمل ايه؟ بشيل شهر بتاع واحد ده، وبقول ده كومبير، وبقول ده كومبير، وبقول له اوكي ماشي. فزي ما انتم شايفين حسب لي مين؟ حسب لي الكميه لحد السطح ده. حلو. يبقى دي كده الكميه الاجمالي لمده الشهرين اللي فاتوا. كل ما انا لك انت اوريدي معانا كميه الشهر اللي فات كام؟ اللي هي كانت 17000، والكميه لحد الشهر ده عباره عن 29000. ملف الاكسل بتقول له والله كميه الشهر اللي فات كانت، الكميه الاجماليه لغايه دلوقتي 29، وكميه الشهر اللي فات كانت 17، يبقى كميه الشهر كام؟ عباره عن 12000 متر مربع. تمام. يبقى انت بس كل ما هنالك انت بتعمل الجدول، في جدول الاكسل بتعمل خانه الاجمالي او الاجمالي حتى المستقبل حتى الان، وبتعمل مثلا الكميه السابقه والكميه الحاليه كام. يبقى ده ناقص ده يديلك ده. في الحاله دي انا عندي هنا الكميه الحاليه 29900، هطرح منها بتاعت 17 بتاعت المره اللي فاتت، يديني كميه كام؟ كميه الشهر ده عباره عن 12000 متر ايه؟ متر مربع. تمام كده. حتى تقريبا لو احنا غيرنا برضه نجربها، معلش فاكر ان هي كانت بتيجي معانا في حاله لو انا ضفت برضه المانس واحد هنا، هنعمل ده كومبير وهعمل ده بيز وده كومبير، وبقول له ابلاي، وبقول له اوكي. برضه لم تظبط معانا. يبقى خلاص احنا نعمل الشهر اللي فات والشهر ده وخلاص على كده. هي على نفس الماتيريال ليست. كل ما لك ان انت بتشيل الشهر اللي انت مش عايزه اللي هو مثلا ده، وبتخلي الشهر اللي انت عايزه زي كده، تعمل ده البيز اهو. يبقى البيز والكومبير ده دايما تخلي الان جي اللي بيز، وتخلي التصميم ده كومبير، والجديد يبقى عباره عن كومبير ليك، بحيث ايه؟ يحسب لك الكميه الفعليه حتى الان كام، والباقي ده وزي ما قلنا في الاكسل بتعمل ايه؟ ده من ده بيدي لك كميه الشهر اللي فات ناقص كميه التوتال بتاع المره، كميه التوتال المره دي ناقص كميه الشهر اللي فات، يديك الكميه بتاعت الشهر الحالي كام. تمام كده. طبعا الحاله دي ينفع في الكات والفيل، هي نفس المبدا في الكات والفيل. هو المشروع عندي هنا كان كله كات، ولكن هي تشتغل في الاثنين الكات والكات والفيل. ده كده بخصوص المستخلصات الشهريه. يبقى احنا كده عملنا كميات في جدول جانبي، دي كانت حاجه من المره اللي فاتت. عملنا المستخلصات الايه؟ المستخلصات الشهريه بتاعتنا. تمام. كان في حاجه ثالثه، بسم الله الرحمن الرحيم بحاول اتذكر معاكم، خاصه بالكميات. كان في جزئيه خاصه بالكميات اللي هي الكميات القطع الاراضي نفسها، كنا احنا مرينا عليها مرور الكرام، ولكن استاذنكم بس نعدي عليها برده كده عشان نفهم بس الفكره العامه بتاعه المشروع ايه. طيب احنا عايزين نعمل الرفع عندنا مثلا دي قطع اراضي هنا، ده كان مشروع جامعه. دي قطع اراضي زي ما شايفين شكلها مختلف، ما مش واخده شكل ستاندر، ولكن مثلا كلها منسوبه واحد. يعني القطعه دي كلها منسوبه 630.5، القطعه دي كانت كلها 627.5. دي كانت عمليه تسويات اثناء المشروع،
وعندي القطعتين دول بس هم اللي واخدين مناسيب مختلفه، وادي الايه الاحتسي كل كورنر كام والمنسوب بتاعه كام. حلو كده. فاحنا سريعا هنبتدي نعمل بس ايه، نعمل حساب كميات المجموعه دي، حتى هناخد بس ايه دول وناخد ده وناخد مين وناخد الاخ ده وانت كمان معانا، تعالى مفيش مشكله. هنشوف ازاي حاجه بسيطه زي كده نقدر نعملها بشكل سهل وبسيط. طبعا هي الاحداثيات دي انا عملتها بشكل قاطع على الرسمه بشكل سريع عشان نبتدي ايه ننقلها معانا. نقول كنترول سي وابتدي اجي هنا اقول له بيست تو اوريجينال كوردينيت. لما بيكون معانا احنا مناسيب، انا اسف هو ما جابش كل الرسمه، احنا عايزين ناخد دول معانا صح، كنترول سي دول جابهم، اه ده جابهم ماشي مش مشكلة. بيست تو اوريجينال كوردينيت. طيب انا عندي كده اربع قطع، هو 1 2 3 4 5، خمس قطع منهم اربعة على منسوب واحد وواحدة على منسوب مختلف. عشان نبدأ نفهم بس مبدأ الاول، مبدأ مين؟ مبدأ البرنامج بيحسب ازاي. لو افترضنا على سبيل المثال ان المربع ده او المستطيل ده بيمثل قطعة الارض الطبيعية او رفع الارض الطبيعية بتاعت المشروع بتاعنا، حلو؟ وانا عندي التصميم بتاعي هيجي في المنطقة دي كده، حتى هندي ده بلون وده بلون عشان يبقى احنا عارفين التصميم دايما بالاخضر والارض الطبيعيه عاده دايما بالاحمر. تمام كده. واحد ويدز خمسه وده نفس الشيء ويدز خمسه. تمام. يبقى انا عندي الارض الطبيعيه عاده بتكون المفروض اكبر رفعا من الحدود بتاعتنا. يعني انت لما بتيجي حتى في المشروع بترفع حدود الارض الطبيعيه اكبر منين؟ اكبر من اللي انت بتحتاجه. وادي حدود مين؟ حدود التصميم بتاعنا. البرنامج لما بنيجي نقول له احسب كميات ما بين السطحين دول، هو بيشوف المنطقه المشتركه ما بين السطحين. يعني انا دلوقتي انا عندي المنطقه المشتركه ما بين السطحين هي عباره عن سطح التصميم فقط، فبالتالي كميه سوري اريه السطح سطح الكميات اللي هتظهر لي اللي هي الاريه دي. انا اخترت كده وقلت له هنا خلينا حتى نختار شكل كده خمسه اي، يبقى المنطقه اللي تم تهشيرها دي هي المنطقه اللي هيحسب عليها سطح الكميات بتاعته. طب المناطق اللي على اليمين هنا مفيش اساسا سطح تصميم، فبالتالي مفيش حاجه يقارن بها ما بين الارض الطبيعيه وما بين التصميم، فبالتالي مش هيحسب لك كميات. يبقى لما احنا هنعمل لو احنا عملنا سطح كميات دلوقتي وشفنا مساحته هنلاقي مساحته بالظبط نفس مساحه السطح مين؟ سطح التصميم بتاعنا. حلو كده. طب لو صادفنا بقى ان الارض الطبيعيه اصغر من التصميم، ادي التصميم اهو اعمل له سكيل تمام، ادي الارض الطبيعيه هي اللي اصغر من التصميم. تمام كده. ساعتها سطح الكميات هيبقى فين؟ هو نفس الشيء برضو السطح المشترك ما بين الاثنين، لان هي كل ما هنالك المنطقه دي فيها تصميم ولكن ما فيهاش ارض طبيعيه، لو هو ما فيهاش سطح مقارنه فما يقدرش يقارن ما بينها وبين مين؟ وبين حاجه ثانيه. فادي سطح الارض سطح التصميم اهو ما فيش حاجه اقارن بيها، فبالتالي سطح الكميات ما هنا المنطقه دي هتبقى من غير سطح كميات، سطح الكميات هيبقى فقط المنطقه المشتركه ما بين السطحين. طب في حاله بقى الحاله الثالثه اللي هي في حاله لو عمل مثلا حاجه زي كده، تمام؟ انا عندي الارض الطبيعيه مش مغطيه كل التصميم والتصميم اكتر من الارض الطبيعيه في اتجاه تاني خالص، فالبرنامج ساعتها بيحسب لي الكميه فين؟ في المنطقه المشتركه ما بينهم فقط اللي هي الحته دي. حلو كده. يبقى البرنامج مش هيحسب لي كميات في المنطقه دي ولا في الكميه دي، لان هنا مفيش سطح مقارنه، ونفس الشيء هنا مفيش سطح مقارنه. تمام كده. البرنامج هيحسب لي بس في المنطقه المشتركه ما بين السطحين. طيب في حاله لو بقى ده في اتجاه وده في اتجاه، وده سؤال لسه جاي لي من يومين، حد بيجي يحسب كميات على الوضع ده ويقول لي والله السطح بيجي له بالظبط كده، بيقول لك ذا سيرفيسز نوت اوفر ذا سيرفيسز ار نوت اوفر لاب. يعني ايه؟ مش اوفر لاب على بعض، لان هو بالفعل ده سطح في منطقه وده سطح في منطقه ثانيه. فالبرنامج لما انت تقول له احسب لي كميات ما بين السطحين يقول لك انت ده فين وده فين، مفيش منطقه مشتركه ما بين الاثنين عشان احسب لك ما بينهم، فبالتالي بيطلع لك شاشه الايرور. اما لو في ولو جزء بسيط جدا من السطح زي مثلا كده، مثلا جزء بسيط جدا من السطح مشترك ما بين السطحين، ساعتها هيحسب لي كميه عاليه ومش هيطلع لي ايرور. يبقى الايرور الوحيد اللي هيظهر لك في حاله لو السطحين مش اوفرلاب مع بعض. حلو كده. يبقى دي كده ببساطه فكره حساب الكميات ما بين السطحين. طيب حساب الكميات زي ما احنا عارفين، كل ما هنالك مثلا على سبيل المثال لو احنا عندنا اراضي حاجات مختلفه زي كده، او عندنا اراضي منظمه زي كده، مش منظمه شكلا انا قصدي منتظمه سوري من حيث المنسوب، ابسط شيء ليها ان احنا بنعمل الشكل دوت بولي لاين مقفول وبنعمله ليه منسوب. يعني مثلا ادي بولي لاين اللي معايا ده، هقول له كنترول واحد اللي هي شاشه البروبرتيز بتاعتي. تمام كده. وادي له المنسوب المكتوب اللي هو كام؟ 632 50. حلو كده.
وفي نفس الشيء هاجي هنا اقول له والله انا عايز اعمل 627.50، تمام، المنسوب بتاع المنطقه دي كلها 634.50، لان زي ما احنا اتعلمنا احنا ممكن نعمل مين، ممكن نعمل سطح من من ايه، من اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو منطقه مين، منطقه البولي لاين. ممكن نعمل سطح من بولي لاين ويكون مقفول مثلا او مفتوح، يكون مقفول، سوري، يكون مقفول. وفي الحاله دي انا عندي الاخيره دي اللي هي كام، 642.50، تمام. طيب الاخيره دي بقى انا سايبها مختلفه، فمسيب مختلفه ساعتها ما اقدرش اشتغل بمين، ما اقدرش اشتغل بال 3 دي بولي لاين، فساعتها بلغي اللي موجود، سوري، ما اقدرش اشتغل بالبولي لاين، هبتدي اشتغل بال 3 دي بولي لاين واقول له 3 دي بولي، تمام كده، وابتدي اوصل مين، النقاط بتاعتي اللي ايه، اللي هي اوريدي واخده مناسيب. يبقى احنا بننزل النقاط بشكل مناسيب الاول، ادي النقاط، طبعا هي نقطه بشكل نقطه حمراء صغيره عشان دي نقطه كاد بس، عشان انا مش عامل لها شكل كبير ولا حاجه، تمام، واقول له سي وانتر. يبقى كده عمل لي 3 دي بولي لاين لو انا شايفت حتى على احداثياته زي ما انتم شايفين، واخد ايه، مناسيب، ايه مناسيب مختلفه على ايه، على حسب التصميم اللي موجود، تمام. طيب هبتدي اعمل المفروض سطح تصميمي، هنبتدي بس نشيل بقى الكتابات اللي في النص دي كلها كده، وبرده النقاط اللي كانت هنا والنقاط اللي هنا. طيب انا عايز اعمل سطح تصميمي يمثل الايه، القطع اللي احنا شايفينها قدام مننا دي. كل ما هنالك بقى سيرفيس هنا، وبقول له كرييت سيرفيس، وبقول له ايه، طبعا هنا بقى في مدارس مختلفه، حتى انا لما شرحتها بكذا طريقه مختلفه، وهنشوف الطرق دي مع بعض. ادي السيرفيس هنا هسميه مثلا ديزاين، حلو كده، وبقول له اوكي، وباجي هنا في قائمه اللي هو سطح الديزاين ديفينيشن، وبقول له والله انا عايز اعمل بريك لاينز، وبقول له اد، وابتدي ايه، اقول له في حاله لو انت عندك كيرفات بتقلل القيمه هنا قدر الامكان، في الحاله دي تقريبا انا ما عنديش كيرفات، فبقول له اوكي، وبختار له المجموعه كلها وبقول له انتر. زي ما انتم شايفين عمل لي سطح تصميمي ما بينهم وما بين بعض، تمام، حتى هنا في منطقه ما فيهاش خط مستقيم، فما عمليش عليها، وابتدي اضغط هنا على السطح وابتدي اشوفه. زي ما انتم شايفين هو ايه، السطح مكعبل مع بعضه ومش مظبوط. ليه؟ لان هو عمل شبكه مثلثات بينيه ما بين دول وما بين دول. في الحاله دي انا هضغط هنا وبقول له ايديت سيرفيس ستايل، وابتدي افتح شبكه المثلثات وبقول له اوكي، وبعمل ايه، اختار السطح واقول له دي ار اللي هو درو اوردر، ودبل انتر عشان يجيبه لي تحت، بحيث يبقى انا كده عندي دي القطع نفسها موجوده هنا. في حل من اتنين، يا اما ابتدي امسح المثلثات البينيه اللي ما بين الحاجه دي كلها، بحيث السطح يتفرغ بعد كده، يبقى السطح مفرغ فقط للقطع بتاعتي، او ان انا بفضل سايبها زي ما هي واحسب عليها الكميات. ولكن لو حسبت عليها الكميات، البرنامج زي ما احنا قلنا، لو احنا دلوقتي جينا سطح الارض الطبيعيه هيبقى بالشكل ده، وقلت له احسب لي كميات، طبعا هو في هنا مثلث ناقص، احنا مثلا نضيف بس ايه، نضيف لاين هنا، تمام، بحيث ايه يضيف لنا اللاين هنا. طيب لو حسب الكميات هياخد لي المنطقه دي في عين الاعتبار معاه. فزي ما قلت هي عباره عن مدارس مختلفه. انا هبتدي مثلا الخط البولي لاين اللي انا رسمته ده، طبعا هو المناسيب هنا كانت اغلبها 600 كان، او نجيب مثلا سطح الايه، نجيب تفاصيل الارض الطبيعيه الفعليه في المنطقه دي، هي رفع الارض الطبيعيه اللي هو الملف ده، طبعا برضو الملف ده انا رفعته لكم في القائمه اللي اسمها فوليومز، بقول له هنا بيست اوريجينال كوردينيت، بسم الله ما شاء الله انا واخد كله. طيب دول ودول ودول، تمام تمام، هاخد كل النقاط دي كنترول سي، وباجي هنا في ملف مين، ملف السيفر اللي هو بيست اوريجينال كوردينيتس، تمام، بحيث يغطي كله، وابتدي اعمل سطح نسميه الاي جي او الان جي ال ايا كان المسمى اللي تفضلوه. ادي ان جي ال ناتشرال جراوند ليفل، وبقول له اوكي، وباجي هنا من غير ما اضيفهم حتى نقاط للسطح، هعمل له دروينج اوبجكت. يبقى انا هعمل الحاجه دي بتاعتي دي من دروينج اوبجكت، عباره عن بوينتس اللي هي نقاط كاد، وبختار له المجموعه كلها بالكامل وبقول له اوكي، فهو بيشوف بس نقاط الكاد ويبتدي يعملها مني، يعمل لي زي ما احنا شايفين كده السطح بتاعي. بس هو نغير بس الايه الشكل بتاعه، نخليه 2 ل 10، تمام. طيب النقاط الكاد دي خلاص مهمتها انتهت، بعلم عليهم سيلكت سيميلر وبلغيها من الرسم. طبعا السطح مش هيتاثر لان هو ايه، ادي ريبيلد، مش هيتاثر لان هو اتعمل اوريدي من نقاط الايه، من نقاط الكاد. طبعا خلي برضو السطح حدود خارجيه فقط، نستاذنكم،
مش تبقى عملية أسهل بالنسبة لنا. زي ما شايفين سطح الأرض طبيعية وغطي تماما سطح الشغل بتاعنا. فلو احنا حسبنا كميات على الوضع الحالي، أنا هبتدي أقول له والله هنا عندي هعمل أنالايز، ممكن من خلال أنالايز وممكن إن أنا أعمل كليك يمين على السطح وبقول له كرييت سيرفيس وبقول له 10 فوليوم سيرفيس، أو إن أنا ممكن مقايمة أنالايز فوليوم داشبورد بنضغط عليها وبيجيب لي الويندو دي. حلو كده، مجرد ما بضغط له هنا وبقول له والله انا عايز اعمل سطح جديد، نفس الشيء بيديني ايه نفس البيانات بتاعتي اللي هي الايه، يقول لي ال 10 فوليوم سيرفيس تمام، وبعدين بيقول لي الاسم بتاعه ايه والسطح البيز اللي هو سطح الاساس او الارض الطبيعيه ايه وسطح الكومبير اللي هو سطح المقارنه ايه. طبعا عمليه السكيل سوري الفاكتور هنا هو في العادي بيبقى واحد لان بيجيب لك قيمه كما هي، ولكن انت ممكن تدي له فاكتور بحيث لو انت بتعمل عمليه ردم على سبيل المثال، والردم دوت انت بتحط 25% زياده عشان بعد كده بعد الدمج مثلا بينزل، فانت ممكن تاخد لو انت عايز الكميه قبل الدمج يبقى انت ممكن تزود هنا 1.25 يبقى يجيب لك الكميه مضروبه في 25%. حلو كده، ولكن في الحاله دي احنا بنستخدمها واحد كما هي وواحد كما هي. في الحاله دي فبقول له انا عايز اعمل البيز بتاعي اللي هو ال ان جي ال، وعندي الكومبرشن سيرفيس بتاعنا اللي هو الديزاين، وبقول له اوكي اوكي تمام. زي ما انتم شايفين هو عمل لي تهشير، زي ما احنا حتى شايفين اهو عمل لي تهشير على مين، على كامل المسطح، في حين ان انا القطع بتاعتي بس انا عملت له دي ار دبل انتر المسطح بتاعي بس القطع دي، حتى هنخلي معلش ده باللون الاحمر عشان يبقى برضو ايه ظاهر معانا تمام كده. طيب البرنامج زي ما شايفين اخد المنطقه المشتركه ما بين السطحين، فالسطح ده اوريدي فيه مثلثات كتيره في النص هنا ولكن انا ما شلتهاش، هبتدي مثلا على سبيل المثال هنشيلها بشكل يدوي وهقول لكم طريقه افضل من الموضوع ده اهو. يبقى انا عندي هنا شويه مثلثات زياده في النص، مجرد ما انا بقول له edit surface وبقول له انا عايز اعمل delete line، طبعا هو هنا قال لي out of date لان انا غيرت لون، بس غيرت مين، غيرت لون الخط ده، فبالتالي سطح التصميم زي ما انتم شايفين عايز يتعمل له update، مجرد ما هعمل له كليك يمين وبقول له rebuild السطح هنا برضو سطح التصميم سطح اللي هو كميات لازم تعمل له ابديت، تعمل كليك يمين وتقول له ريبيلد تظهر على طول الكميه معاك ما فيش مشكله، ولكن انا هنا هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل ايه ديليت لاين، وابتدي سريعا الغي مجموعه الخطوط اللي هنا بس عشان نشوف التاثير هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين الاريا هنا 299000 تمام، مجرد ما بضغط هنا انتر انتر تمام، طبعا سطح اللي هو التصميم اتعدل اقول له ريبيلد خلاص اتعدل، السطح الثاني بقول له ريبيلد هنا الاريا بقت كام؟ 235، لان فعليا لو احنا ضغطنا هنا نصغر بس الشاشه دي قليلا بسم الله دي هنا انا اسف انا عايز اصغرها من هنا اهو تمام. زي ما شايفين مجرد ما انا بختار السطح هنا وبقول له سيلكت هو مختار لي الحدود مين؟ الحدود دي فقط بتاعت السطح، حتى لو انا غيرت له عملت له شكل مثلا اللي هو مليان تريانجلز او زي ما انتم شايفين بقى عندي السطح بتاع الكميات هو بس السطحين دول. حلو، ولكن برضو حتى الان لسه ما استفدتش بشيء لان انا عندي الحدود زي ما احنا شايفين ايه الحدود مختلفه، فاحنا عندنا هنا طرق مختلفه لايه لحساب الكميات بتاعت المناطق دي. ممكن في نفس سطح الكميات اللي انا عملته ده ابتدي اطلع كل كميه منفصله بناء على الاسم مثلا بتاعها، لو على سبيل المثال طبعا مش انت الاسامي بس خلينا نقول ان الاسامي بتاعتنا هتبقى 1 2 3 4 ادي كده 1 2 3 4 5، فباجي هنا على السطح بتاعي بدخل على سطح الكميات ونلاقي العلامه دي. العلامه دي عباره عن حاجه اسمها اد باوندد فوليوم. يعني ايه باوندد فوليوم؟ يعني انا هاخد في القطع في السطح اللي انا واقف فيه دلوقتي اللي هو سطح الكميات ده هختار له شكل مقفول وعلى اساسه هيجيب لي كميته لوحده. فلو انا ضغطت على السطح ده على الجزئيه دي زي ما انتم شايفين هنا عمل لي علامه زائد، لو انا ضغطت عليها ووقفت هنا اهو هو عامل لي هايلايت على منطقه مين؟ على الشكل ده بس، فبيقول لي والله الشكل ده لوحده الاريا بتاعته كام؟ والكات اللي فيه كام والفيل فيه كام. يبقى دي كده مثلا ممكن اسميها هنا اسميها مثلا ايه A1 حلو كده اللي هي اريا 1 A1 تمام. طيب انا عايز برضو مين الاريا الثانيه، فبقف على السطح الاساسي بتاعي واقول له اد باوندد اريا وبختار له الاريا الثانيه اللي هي دي، اهم شيء طبعا تكون مقفوله. لو انا اخترتها زي ما انتم شايفين هو عامل هايلايت عليها هنا اهو برضو دي A2 تمام، هاجي برضو على الثالثه وبقول له هنا دي A3 والرابعه والخامسه وهكذا، وبعدين بعد كده بشيل علامه الزائد سوري علامه الصح اللي قدام السطح دي بس بفعل علامه الصح قدام الثلاث ايه او الخمس الاشكال اللي عندي وبقول له ايه اظهرها لي في المنطقه دي، فبيظهر لك بيقول لك والله انت عندك الاريا رقم واحد اللي هي الاي واحد الاريا بتاعتها كام
والكات كام والفيل كام، ونفس الشيء A2 A3. يبقى انا هنا ما كنتش محتاج ان انا اعدل مين، ما كنتش محتاج ان انا اعدل السطح نفسه بتاع التصميم، رغم ان في مثلثات زياده زي ما احنا عارفين في النص دي. وانا هستاذنكم اقفل دي خالص اهو، رغم ان في مثلثات زياده كان بين القطع، ولكن البرنامج كده انا الزمته كل ما هنالك ان هو هياخد باوندد اريا اللي هي المناطق المقفوله ويبتدي يحسبها لي بكل منطقه منفصله لوحدها. ولكن المنطقه البينيه هي بتظهر فين؟ المنطقه البينيه في الاجمالي، يعني اللي فوق ده يعتبر الاجمالي بالمناطق البينيه، فده ساعتها انا ما بعتمدش عليه، بعتمد بس على مين؟ على الاريات المنفصله اللي انا اخترتها. دي كده طريقه حل. الطريقه الثانيه اللي انا من الاساس اعمل سطح التصميم عباره عن القطع دي بس. فزي ما انتم شايفين هنقعد نشيل مثلثات، وبالذات لو مثلا اسطح كتيره زي كده وفي مناطق في النص. انا بالفعل اللي كنت عملت في الفيديو بتاعي ان انا قعدت اشيل المثلثات في المناطق البينيه اللي في النص هنا. حلو كده، ولكن صراحه في طريقه كانت اسهل من كده، بس ربنا بيهدينا مع الوقت. يعني الطريقه الاسهل من كده اللي هي عباره عن الاتي، خدوا بالكم بقى منها. هجيب سطح التصميم واقول له والله انا عايز اعمل باوندرز اللي هي حدود، فبعمل كليك يمين وبقول له اد، فبيقول لي ايه الحدود بتاعتك، بقول له والله حدود اوتر، تمام كده، وبختار له الحد اللي هو الشكل ده. زي ما انتم شايفين سطح التصميم اقتصر فقط على المنطقه اللي فوق هنا، اقتصر فقط على المنطقه اللي فوق. طب بقيه المناطق انا هل كده هضطر ان انا اعمل تصميم لكل قطعه؟ لا. هنا بقى التريك، هنيجي على نفس الباوندرز دي بنعمل كليك يمين وبنقول له اد، وبنيجي هنا بدل ما هي كلمه اوتر بنخليها كلمه شو، بنخليها كلمه ايه؟ شو. يعني انا عايز اظهر السطح في المناطق اللي هقول لك عليه، بقول له والله هنا وهنا وهنا وهنا، وبقول له انتر. لو بصينا كده على السطح بتاعنا نعمل كده ونقول له اوبجكت فيور، زي ما انتم شايفين بدون ما اشيل اي مثلثات، بدون ما اعمل اي شيء، نفس الاصل انا او نفس الحدود اللي انا اخترتها عباره عن بولي لاينز اللي عملت لي منها السطح، هي نفسها اللي اخترتها باوندريز. اول واحد فقط لازم يكون الترتيب كده، اول واحد فقط بتختاره على اساس ان هو اوتر، والباقيين كلهم عباره عن شو، والباقيين كلهم عباره عن شو. فبالتالي هو كانه بالفعل قطع لي المثلثات البينيه اللي هنا، لانه فعليا قطعهم ليه؟ لان هم بره حدود الحدود اللي ايه؟ اللي ظاهره معايا. كل ما هنالك بقت الحدود القطع بتاعتي، لو انا عملت ريبيلد للمنطقه دي كلها تمام، وقلت له الفوليوم داشبورد، هنلاقي هنا ايه؟ دي كده الكميه الفعليه، يبقى السطح الاساسي زي ما انتم شايفين، السطح الاساسي اللي هنا هو طبعا ايه؟ عايز يتعمل له نظر بس المثلثات بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، المثلثات تريانجلز اهو زي ما انتم شايفين. سطح الكميات فين؟ هو السطح الداخلي بس اللي جوه القطع، لان دي دلوقتي عباره عن المناطق المشتركه ما بين السطحين. هنا ما فيش منطقه مشتركه ما بين سطحين، رغم ان السطح التصميمي الاساسي هنا في بيانات، ولكن انا عملت له حدود خارجيه بشكل ما والباقيين عملت لهم شو، فبس الجزء اللي باين من السطح هو اللي بيتحسب عليه الكميات. اما الجزء اللي مش باين من السطح اللي هو معمول له هايد يعتبر، ده ما بيتحسبش عليه مين؟ ما بيتحسبش عليه كميات. يبقى دي طريقه اسهل وابسط، وفي نفس الوقت يدي لك الكميه الفعليه، سواء الكميه الفعليه فوق هنا او الكميه الاجماليه لكل قطعه زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا عايزين، زي ما احنا بنختارها كده من ايه؟ من على الرسم. حلو كده تمام. طبعا في طريقه ثالثه من خلال البارسلز، ودي هنخليها مع البارسلز، اتمنى يكون الجزئيه دي واضحه وسهله وبسيطه. هي التركه كلها هنا ان انت بتعمل اول واحده بس، بتعمل لها عباره عن باوندري اوتر، حلو، والباقيين بتعملهم باوندري ايه؟ باوندري شو، بحيث يظهر لك البيانات في كل جزء من الاجزاء اللي الباقيه في الرسم. ده كده في حاله لو انت بتعمل سطح ايه؟ سطح كميات ما بينهم وبين بعض. طبعا هنا بيديك الكميه عباره عن سواء هنا في الفوليوم داشبورد شكل كتابه زي ان احنا اظهرناها كده مثلا، حلو. طبعا انت بتخفي وبتظهر زي ما انت عاوز من هنا بحيث يظهر لك الكتابات، او ان انت بتعمل ريبورت، مجرد ما بتضغط هنا بتقول له انا عايز اعمل ريبورت، بيظهر لك الريبورت زي ما انت شايف. اسك مي ليتر مفيش مشكله، تقول له والله الاريا بتاعتك الاولانيه اللي هي نوعها باوندد، والفاكتورز بتاعتها ايه، والاريا 2 دي والكات والفيل والتوتال. حلو كده، وده التوتال بتاع ايه؟ بتاع المجموعه اللي ايه؟ اللي ظهرت معاك. طبعا هو ما هظهرليش الكامل بتاعي هنا، لان الكامل بتاعي انا شايل مين؟ شايل علامه الزائد من قدام منك. لو ظهرتها هنا وقلت له اعمل لي ريبورت، بيظهر معاك ايه؟ الكميه الاجماليه هنا كام؟ تمام كده؟ يبقى كده دي فكره حساب الكميات ما بين سطحين بشكل سريع وسهل وبسيط، ان شاء الله يكون وصلكم بطريقه سهله وبسيطه.
وكل ما هنالك ان انت بتعمل ايه، بتختار ايه سطح الكميات، سطح التصميم والارض الطبيعيه، وبتعمل ايه الحدود بتاعتك وما الى ذلك. يبقى الشغل كله اللي انت بتعمل الحدود في سطح من الاثنين، سواء سطح الارض الطبيعيه او سطح التصميم، بتعمل له فكره الاوتر والباقيين بشكل شو، عشان هو في الاخر خالص البرنامج هيشوف مين، هيشوف المنطقه المشتركه ما بين السطحين، مش هيجيب داتا خارجيه من بره، دول بس هم دول اللي ظاهرين، خلاص هو ده اللي هيتعامل معاهم. في فكره، في حاجه بسيطه ولذيذه قوي كده، انا كنت شفتها في فيديو، هستناكم برضه اقول لكم عليها، اقول لكم ديليت. دلوقتي انا شلت سطح الكميات اللي موجود، نفترض على سبيل المثال انا عندي، او خلينا حتى حاجه فيها كذا سطح، قفلت تقريبا الباقيين، اه انا اسف، ماشي. لو انا عندي هنا كذا سطح على سبيل المثال، وعايز احسب الكميات ما بين اسطح وبعضها بدون ما اعمل سطح الكميات واثبته وما الى ذلك، بنعمل حاجه اسمها هنا اهوت فوليوم، هتكتب كلمه فوليوم اهو ريبورت سيرفيس فوليوم ريبورت، تمام كده، بيظهر لك ويندو شبه شويه الويندو بتاعت الفوليوم داشبورد، ولكن هنا دي عباره عن بتضيف له، انا بتقول انا عايز اعمل سطح جديد، تمام كده. هنا عمليه وقتيه بدون حفظ، يعني ايه؟ هديكم معلش بس لحظه واحده، انا اسف، برضو سطح التصميم ده سريعا كده، هنعمل ايه؟ هنسمي دي واحد، وهنعمل دي اتنين، و ده اللي هو دي تلاتة، دي تلاتة، تلات أسطح تصميم مختلفين. السطح اللي هو التصميم الأولاني هاخده عبارة عن البريك لاين اللي هو الشكل ده، ماشي، والسطح التاني اللي هو الدي تو برضه بريك لاينز اللي هو الشكل ده، تمام كده، وبرضه ناخده دي ار عبارة عن باوندري اوتر، تمام كده، ودي تلاتة اللي هو باوندريز سوري بريك لاينز الأول اللي هو الشكل ده، هضيف له برضه ايه لاين من هنا لهنا، تمام. طيب يبقى انا كده عندي تلات اسطح، مين تلات اسطح مختلفين، هو السطح ده هو ما خدش الحدود بتاعته ولا ايه؟ طيب احنا ممكن نشيل المثلث الزائد اللي هنا، ديليت لاين فينس، تمام. يبقى انا عندي السطح الاول ده، السطح الثاني ده، والسطح الثالث ده. روحنا قلنا لهم اوبجكت فيور، هنشوف التلات اسطح ايه مختلفين، دي واحد دي اتنين دي تلاتة. طيب انا سريعا عايز احسب الكميات ما بين الايه الاسطح وبعضها، نيجي نقول نكتب ريبورت، هتلاقيها كلمه طويله ريبورت سيرفيس فوليوم، مجرد ما بنضغط عليها فبيقول لي انت عايز تعمل الكميات ما بين سطح ايه وسطح ايه. ففي الحاله دي والله والله الان جي ال مع الدي واحد، زي ما انتم شايفين مباشره قال لي مين الكميه بتاعتي، الكات كام والفيلد كام، حلو كده. طيب انا عايز اشوفها مع الدي 2، هل محتاج اعمل سطح جديد؟ لا، مجرد ما اختار من هنا من الليسته الدي 2 جاب لك القطع والفيلد كام، تمام كده. الدي 3 قطع وفيلد كام. يبقى انا ممكن سريعا من غير ما اعمل اي اسطح في الرسمه، من غير ما اعمل اي سطح كميات، اشوف الكميات فعليا بسرعه هنا من خلال حاجه اسمها الايه الريبورت سيرفيس فوليوم. يبقى ريبورت سيرفيس فوليوم كل ما هنالك انه بيجيب لي مين، بيجيب لي التفاصيل هنا، اقدر اقارن مثلا ما بين سطح واحد وسطح اثنين مثلا على سبيل المثال، قال لي كميه زيرو لان هم اوريدي الاثنين مش مع بعض، الاثنين مش مع بعض، حلو كده. ولكن مثلا لو قلت له ان جي ال مباشره شاف لي ان جي ال وحسب لي كميه الاول كام، هنا الديزاين واحد ديزاين اثنين ديزاين ثلاثة، يعني انت عندك هنا دروب داون ليست فيها كل الاسطح اللي موجوده، تمام كده. مجرد ما بتختار السطح بتاعك بيبتدي مباشره يفعل لك الامر ويبتدي يجيب لك الكميه مباشره كام، حلو. حتى لو احنا عملنا شويه زوم، ادي الاريات بتاعتنا واحد واثنين، وكانت الاخيره تقريبا واحد واثنين، يعني دي كده كميه واحد اهي، ماشي، اللي هي ادي واحد اللي هو جايب لي الكات بتاعها هنا اهو 15 في شويه فروقات عشان احنا عملنا تقريبا المثلث ولا الكات، لا سوري ده الكات ده الفيل، عايزين الفيل اساسا، هي دي انهي واحده؟ لا اهي سوري ده تاني واحده اللي هي دي، تمام كده، اللي هي 14 7 2 1، حلو. وهات لنا دي اللي هي 23 930، 23 932 65، اللي هي اللي فوق دي، تمام كده. يبقى على طول مباشره البرنامج بيجيب لنا مين، بيجيب لنا الكميات بدون ما احنا نعمل اي اسطح كميات موجوده معانا في الرسمه او اي شيء. اتمنى نكون غطينا ووفينا في الجزء دوت، والجزء الخاص بالكميات بشكل عام، كميات بالاسطح وكميات بالايه بالقطاعات. طبعا لو انت حبيت تظهر بقى على حسب الاستشاري اللي انت بتسلم له، يعني
المنطقه دي ممكن على حسب الميزانيه اللي انت عايز تعملها له، ما ينفعش تطحين من بعض، خلاص بتعملها له بشكل شبكيه، بترسمها شبكيه وتحددها، او انك بتعمل خط على سبيل المثال. انا عايز اظهر الحاجات دي في قطاع، فبتضطر ان انت تعمل مثلا خط كده على سبيل المثال، يعتبر خط قاعده اساسي، وبتبتدي تقول له والله انا عايز اعمل الاينمنت، لان القطاعات ما بتظهرش الا فقط على الاينمنت، فلازم يكون في الاينمنت في الرسمه. اي خط يمثل محور من المحاور على الارض دي، فبتقول له الاينمنت فروم اوبجكت اللي هو العنصر ده، تقول له اوكي اوكي مثلا ايا كان مسماه ايه، وتبتدي تعمل سامبل لاين عليه. حلو كده، وتختار له الحاجه اللي انت عايزها او السطح اللي انت عايزه، تمام. في الحاله دي بقول له اوكي، وبيقول لك هو طوله اساسا كله 200 متر تقريبا، 188 متر. فبقول له والله انا عايز اطلع قطاعات كل كام، كل 10 متر مثلا، وقطع في الاول وقطع في الاخر، وبقول له اوكي. هنا قطاعات عرضها مش كامل، طيب ممكن نعدل العرض سهل وبسيط جدا، بشكل سهل وبسيط، ان احنا مثلا تختار اي قطاع فيهم وتقول له جروب بروبرتس، تمام. بيجيب لك هنا الايه كل سيكشن، خطوط السيكشنز اللي عندك بتختارهم من الاول للاخر، وبعدين بتعدل العرض، اقول له مثلا عايز 100 متر يمين و100 متر شمال، وبتقول له ابلاي، بيبتدي يظهرهم لك ايه زي ما انت شايف كده. وبعدين بتعمل ايه، عمليه اظهار للقطاعات بتاعتك مثلا على سبيل المثال سريعا، بس احنا بنعمل الكلام ده سريعا لان احنا شفناه اوريدي قبل كده، ونقول له كرييت القطاعات هنا، فبيظهر لك القطاعات بتاعتك اهي. طبعا بتعدل بقى انت ايه الكمبيوت ماتيريال، وتقول له انا عايز احسب ما بين ال ان جي ال وما بين مش عارف الدي واحد ولا اتنين، دي اتنين ده تقريبا الدي اتنين، وبقول له اوكي. هيحسب كمية، ما حسبش كمية لان هو ده مش الدي اتنين، ده الدي واحد. ايوه ادي الكمبيوت ماتيريال، يبقى هنا الدي اتنين ده هشيله وانزل مكانه الدي واحد، الدي اتنين ده هشيله وانزل مكانه الدي واحد. بلو بلو اباف، واقول له اوكي. كده حسب لي الكميه ما بين ايه، ما بين السطحين زي ما احنا شايفين. طبعا هنا ما فيش كميات محسوبه، هنا في كميات محسوبه، وفي نفس الوقت اقدر اطلع في الاخر خالص جدول للكميات اللي اتحسبت دي. هنا هيقول لي والله الكميه قطع كام وفي الكام. طبعا هو هنا القطع 407 وهنا 14 7 8. رحنا عملنا ريبورت فوليوم سيرفيس، ماشي. خلينا قريبين حتى من هنا من الرقمين دول، واقول له انا عايز ما بين ال ان جي ال وما بين السطح دي واحد. الكمية هنا 407، هنا 371، والكمية هنا 14784، وهنا 14721. يبقى الكمية بالقطاعات طلع اكتر من ايه، من هنا. وزي ما احنا قلنا ما بتفرقش دايما، القطاعات ساعات بتطلع اكبر وساعات الايه السطح من بره بتطلع اكبر، تمام كده. ده في حاله لو انت هتعمل الارض صغيره عايز تعملها بالقطاعات، انت مضطر ان انت تعمل خط كده يمثل ايدج، يعني سنتر الارض او يمين الارض او شمال الارض ايا كان، المهم يتعمل عليها قطاعات وتظهر لك كده. لازم يتحول 3 سوري اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، يتحول لك الاينمنت. كده نكون احنا غطينا ان شاء الله، يا يعني مسهل الحال يا رب نكون غطيناه، وسامحونا كنا قصرنا. كل الملفات زي ما احنا قلنا موجوده ان شاء الله على اللينك اللي هي الرفع بتاع الارض دي. هي طبعا هو ملف كامل زي كده مثلا، هتلاقوا فيه شوية رفعات، رفع قديم ورفع جديد ورفع المساحي الأساسي والتصميم وما إلى ذلك، هينفعكم إن شاء الله كتدريب. حلو كده، وطبعا الحاجات دي شرحناها بالتفصيل في دورة حساب كميات الحفر والرد ما عندي على القناة. أتمنى إن أنتوا برضه إيه لو حبيتوا تستزيدوا هتلاقوها هناك إن شاء الله موجودة. نفتح باب الأسئلة لمدة دقائق قبل إيه، قبل ما نجهز الملف اللي بعته. مين عنده أسئلة؟ والله تسلم يا باشمهندس، ربنا يبارك فيك والله على كمية المعلومات الغير طبيعية دي. الله يبارك لك يا رب، تسلم باش. تسلم. حد عنده أي استفسار يا جماعة؟ قبل ما نسأل. طيب الدكتور سنان اتفضل. اتفضل بيه. شكرا جزيلا. العفو يا فندم. ما في عندي استفسار او سؤال، بس حبيت اتشكر بالمهندس هشام لانه اتوقع انا متابع الكثير جيري بارتلز وجيف بارتلز وكثير من الاجانب ايضا، ما شفت في كميه من المعلومات بقدر كميه المعلومات اللي اعطيناها اليوم. والله هم بص هم اكيد عندهم كثير، بس هم ما بيطلعوش كل حاجه ببلاش، فيعني هو هذا الفرق استاذ. لذلك احنا نتشكر نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليك في الدنيا. الله يبارك لك، امين يا رب، احنا واياكم ان شاء الله.
طيب يا باشمهندس، في سؤال جه لحضرتك بيقول لك: لو تكرمت مهندس هشام، طريقة تغيير سطح الأرض الطبيعية بعد إتمام الكوريدور والقطاعات والكميات. طيب بص، هو مش احنا مش هنغير في سطح الارض الطبيعيه نفسها، احنا يفضل ان انت تعمل سطح دمج ما بين السطحين. يعني دلوقتي احنا على سبيل المثال، احنا طبعا عندنا هنا سطح ارض طبيعيه وعندنا سطح تصميم المفروض، تمام كده؟ سطح ارض طبيعيه وسطح طبيعية. هنعمل سطح طب بس للكوريدور اللي موجود عشان يبقى الشيء اوقع. هبتدي اختار سيرفس هنا وبقول له انا عايز اعمل سطح كوريدور طب، تمام كده، وبنقول له اد توب لينكس. في نفس الوقت كالعادة الايه، خلاص عرفنا بقى، حفظنا احنا اللي موجود معانا. طيب دلوقتي بقى انا عملت سطح طب للطريق وعندي سطح الارض الطبيعية اللي موجودة. يفضل تعمل انت سطح دمج ما بين الاتنين، سطح دمج ما بين الاتنين، بحيث لو انت هتبتدي تعمل، عشان ده كان سؤال جاي المرة اللي فاتت، لو انت هتعمل حساب كميات حاجة قريبة من الطريق، انت في العادي تعمل الطريق مثلا الاول وبعدين بتيجي تعمل القطع اللي حوالين الطريق بحيث تقفل عادي. ففي الحاله دي كل ما هنالك، طبعا عشان هنشيل بس سطح الفوليومز اللي موجود ده، هبتدي اعمل سطح جديد واقول له كرييت سيرفيس، تمام، وبقول له هنا سطح مثلا ايه، نسميه حتى الدمج مثلا عشان نبقى عارفين. حلو، يبقى ده سطح الدمج ما بين السطحين. مجرد ما بقول له اوكي، عمليه الدمج بتيجي بالترتيب. يعني ايه؟ بتاخد انت السطح الاول اللي هو السطح الاساسي، وبعدين السطح الثاني كل ما هنالك ان هو بيلغي الحيز بتاعه من السطح القديم وبيعمل دمج ما بين السطحين. فبالتالي انا عايز سطح الارض الطبيعيه اللي هو كان الاساس، وجا بعد منه سطح التصميم اللي هو الطريق. فكده سطح الطريق، المنطقه الحيز المشترك ما بين الاثنين هيتفرق، هيتشال سطح الارض الطبيعيه اللي كان موجود ويبتدي يتحط مكانه سطح التصميم اللي موجود. فعلى سبيل المثال احنا عايز اعملها لك بشكل ديمونستريشن كده. ايه، ادي الفيو، واقول له فيو افتح لي اتنين جنب بعض، ماشي، عشان تشوفها بشكل احلى كده واوقع، تمام. بس يبقى ربنا يستر علينا واحنا بنعمل الحركة اللي جاية دي، الجهاز ما يهنكش، استر يا رب. ها ليه كده؟ ما هو باص خالص مننا. بسم الله، لو الجهاز مش هيقدر يعمل لنا الحركة دي شكله ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين، لا والله ابن حلال وعملها. طيب conceptual، زي ما احنا شايفين كده مثلا اهو، عشان يبقى كده العمليه ايه، العمليه اوقع بالنسبه لنا. حلو، هنبتدي نقفل حتى بقيه الاسطح، يعني مثلا سطح التوب البوتوم، سوري، هقفله هو نود سبلي بالفعل. سطح التوب نفس الشيء. طبعا احنا ممكن بدل ما نعمل على كل سطح نيجي عليه ونقول له كليك يمين وغير البروبرتيز بتاعته، بنيجي هنا نقف على السيرفيس نفسه، وزي ما احنا شايفين تحت هنا، وعلى العلم ده مش في السطح بس، حتى في النقاط وما الى ذلك، نقدر نتحكم في المجموعه كلها مره واحده. مجرد احنا نيجي كليك يمين على العمود اللي عايزين نغير فيه، نقول له ايديت، ونقول له مثلا كلهم نو ديسبلاي، وبقول له اوكي، كلهم بيختفوا من عندك منين؟ من على الرسم. حلو كده. بس مبدئيا انا عايز اشوف لكم، ادي سطح ال ان جي ال، نبتدي بس معلش نضغط هنا، ادي سطح ال ان جي ال، تمام. انا عايز اقول له بوردر اونلي، تمام. حلو، زي ما انتم شايفين سطح ال ان جي ال طالع فوق الطريق هنا، طالع فين؟ طالع فوق الطريق. حلو، في نفس الوقت نفس المناطق دي برضه هو طالع فين؟ طالع فوق الطريق. كل مره انا عايز اقول له لا، هنا في المناطق دي احترم التصميم. فلو احنا جينا قفلنا الارض الطبيعيه، ماشي، ادي هقفل الارض الطبيعيه وهفتح لي، هفتح بقى سطح الدمج بتاعنا، اقول له ايه؟ بوردر اونلي، تمام. حتى الان سطح الدمج فارغ، ما فيهوش اي ايه؟ ما فيهوش اي تفاصيل. انا عايز اعمل بس شويه زوم في الويندو دي. تمام. اول شيء في سطح الدمج هبتدي اقول له والله في الديفينيشن، تيجي في قائمه ايديتس وتعمل كليك يمين وبتقول له بيست سيرفيس. بيست سيرفيس يعني هات لي، هاخد داتا من سطح، انا اسف، هنا سطح مين؟ سطح ال ان جي ال الاول. يبقى انا هاخد كوبي من سطح ال ان جي ال جوه السطح بتاعي، واقول له اوكي ماشي، استاذنكم نقفل دي.
تمام، يبقى كده جاب لي مين؟ سطح الارض الطبيعي الاول، بعدين باجي من السطح الثاني اللي انا عايز اضيفه اللي هو البيست سيرفيس الثاني اللي هو مين؟ سطح التوب. سطح مين؟ التوب. مجرد ما بقول له اوكي شوف كده السطح هيحصل هنا ايه، نعمل اسكيب اهو، تم تفريغ السطح بتاعنا. ادي سطح منطقه القطع هنا، لا بقى واضح معايا ان هنا منطقه مين، حتى هو الكوريدور المفروض يعني في الكوريدور حتى بس هو الكوريدور مفتوح معانا ماشي. شوف كده اهو ظهر معانا مين، ظهر معانا السطح بتاعنا اهو يعني. حتى احنا معلش هستاذنكم هنقفل الويندوزين دول تاني وهنختار بس سطح الدمج، ادي سيلكت ونقول له اوبجكت فيور ونبتدي نشوفه اهو. بقى كده عندي السطح بتاعي، سطح عباره عن ارض طبيعيه يمين وشمال الطريق زي ما احنا شايفينه كامل الطريق، ولكن في مناطق القطع اهو. انا عندي هنا منطقه قطع في الكتف الاول اللي هي المنطقه دي كده، انا اسف اهي بسم الله روح فين تعال اهو، منطقه قطع اهي، ولكن الارض الطبيعيه اخذت شكل التصميم اللي موجود، والمنطقه المفرغه اللي في النص بقت عباره عن الطريق بتاعي. نفس الشيء الطريق هو هنا بقت الميول الجانبيه تنزل على الارض الطبيعيه، لما جاء قطع تاني قدام هو احترم مين؟ احترم التصميم بتاع الطريق بتاعي اللي هي في المنطقه دي كده اهي. هنا كان في عندي قطع يمين وقطع شمال، احترم التصميم بتاعي ولغى الارض الطبيعيه اللي موجوده. فبالفعل دلوقتي ده كده يعتبر السطح النهائي، بعد ما المشروع يخلص هيبقى بالشكل ده، مناطق الردم ردم ومناطق الحفر حفر، والارض الطبيعيه اللي ما دخلتش معايا في عمليات الشغل مش هتتاثر باي شيء، هتبقى خارج ايه، خارج منطقه الايه الشغل. وبالتالي اخد سطح الدمج ده وابتدي اتعامل مع القطع بقى اللي هتيجي، مثلا هعمل قطع جنب المشروع بتاعي، هحسب كميات لاي حاجه جنب المشروع بتاعي. خلاص اخد سطح الدمج ده اعتبره سطح ارض طبيعيه لاي عنصر جاي بعد كده. هنسى بقى الارض الطبيعيه الاساسيه دي، خلاص انا استخدمتها مع الطريق، وبالتالي هاخد اللي هو سطح الدمج ده هبتدي اتعامل معاه في كل ما هو بعد ذلك. اتمنى اكون انا كده غطيت بشكل صح وصريح ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، تسلم ربنا يكرمك. الله يبارك لك يا في استفسار في الجريدنج. الجريدنج ماشي، ما جيناش جنب الجريدنج في المشروع بتاعنا بس سامحونا معلش. تسويات الروف جريدنج مثلا. تمام. لو مثلا عندي الاسلوبات الجانبيه ليها مثلا 4 على 1 عاوز اغيره الاسلوب ده. ده سؤال. طيب ده سؤالك انت ولا سؤال حد تاني؟ والله انا اللي بسأل. طيب انت عايز تغيره بعد ما عملته. بعد ما اتعامل عايز اغيره. طيب انا سيدي بس احنا سريعا كده نستأذنك نعمل هنا سطح الارض الطبيعي هنا كام؟ 640. طيب هنعمل ده فيتشر لاين سريع كده. فيتشر لاين وده اساين الليفيجنز واقول له 650 واقول له اوكي تمام. مجرد ما بختاره ببتدي اقول له انا عايز اعمل جريدنج كريشن تولز وسطح اوتوماتيك وسطح الايه لان جيل واقول له اوكي اوكي تمام. ببتدي اعمل سلوب جانبي مثلا ده لبره التول الاجمالي سلوب 4 سلوب 4، يبقى ده كده سلوب 4 في حاله الكات وحاله الفيل، وفي نفس الوقت هعمل كريت انفيل، فبالتالي شكل سطح التصميم بتاعي في النهايه خالص هيبقى كده مظبوط كده تمام. معايا كده ولا ايه؟ تمام تمام الله ينور تمام. طيب كل ما هناك انت هتختار بقى الجريدنج نفسه اللي هنا ده كده حلو، وبتيجي على الجريدنج بروبرتس و لا سوري مش جريدنج بروبرتس، بتيجي على الجريدنج جروب بروبرتس تمام، وبتيجي هنا في البروبرتس بتاعتك هو قال لك انت عندك احنا عاملين الميول واحد بسم الله الرحمن الرحيم ده برضه مش هنا اهو جريدنج اديتور سوري جريدنج اديتور تضغط عليها وبيقول لك والله انت شغال 1:4 و1:4، تقول له لا انا عايزه 1:2 و1:1 مثلا زي ما انت شايف مباشره هيغير لك خليها 1:1 لان هو اغلبه فيل وغير معاك مباشره. يبقى الجريدنج اللي انت عملته تقدر تتحكم فيه من الجريدنج جيتور، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز برضه، انا عايز اسلوب ولا جريد ممكن تغيرها من هنا. انا لو عاوز اغير في سايد واحد بس يعني في ضلع واحد من الاضلاع اللي موجوده. بص اصل هو الفكره وانت بتعمله عملت في الكل، فمن البدايه ما كنتش تعمل الكل. حلو اللي انت قلت الحته دي نعملها طب مع بعضينا كده. طيب انا عايز ايه؟ الغي عشان في حته انا ما كنتش شرحتها قبل كده نشرحها لكم بالمره. طيب دلوقتي انا عندي الفيتشر لاين ده هبتدي اقول له انا عايز اعمل جريد تو سيرفيس ماشي، واضغط هنا اقول له جريد جريدنج فبختاره، فمن البدايه
لان هو كل ما هناك ان هو دلوقتي وحده واحده على بعضها، فبيقول لي جريدنج سايد واختاره بره، فبيقول لي التول كله، فبقول له نو، هختار مثلا من النقطه دي حلو لحد النقطه دي كده تمام كده، وبضغط انتر، فبيقول لي جريد ولا سلوب، فمثلا واحد لاثنين واحد لاثنين حلو كده. فزي ما انت شايف عمل لي جزئي فقط، عمل لي الشكل جزئي هنا. عايز اكمل بختار له نفس الايه، نفس الفيتشر لاين على سبيل المثال، وبختار له انا عايزه من بره، واقول له والله مثلا سبيل المثال انا عايز ابتدي من هنا، عشان برضه في حته عايز اشرحها بالمره. هضغط هنا حلو وبقول له انتر، وبعدين باجي لحد مثلا هنا وبقول له انتر، جريد ولا سلوب، هخليه مثلا خمسه، سلوب خمسه، عشان يبقى في فروقات ما بين ده وما بين ده. حلو كده، يبقى انت عندك اتنين جريدنج. لو انت اخترت هنا وقلت له جريد اديتور، هو ده بختار واحد لخمسه واحد لخمسه، فلو انت غيرته مثلا خليته واحد لواحد واحد لواحد، غير لك مين؟ غير لك ده. طيب التاني لو انت اخترته، لان هو دلوقتي عامل لك اتنين جريدنج منفصلين زي ما انت شايف. هنقفل دي الاديتور دي ونبتدي، يعني دلوقتي هو في الجريدنج هنا مختار بس ده، في الجريدنج ده مختار جريدنج، يعني اعتبرهم اتنين جريدنج مختلفين. لو انا غيرت ده خليته مثلا 4 ل 4، اهو ده خلي مثلا 4، وده هخلي كام؟ خلي 4. انتر انتر زي ما انت شايف، اتغير ما بين هنا وما بين هنا. الفكره بقى دي كده في حاله لو انت عايز تعمل جزء وجزء او ضلع وضلع، انت لازم تكون انت من الاساس عامل كل واحد لوحده. يعني فيش مكان انك تفصله مثلا، تفصلهم الاثنين وتعمل ضلع منهم واحد والله بص يعني تعمل اسهل. نجرب الجريدنج اللي هنا ده، ايديت جريدنج، لو قلت له ايديت جريدنج سلوب، لو هو واخد هنا السلوب كايديت على الرسم مباشره فصله، والله ما جربتش افصله صراحه، بس نشوف كده. موف تو سايد تشينج جروب كريت ان فيل، غالبا لا مفيش فصل، بس هي في حته بقى هنا زياده انا ما كنتش شرحتها ولا عمري شرحتها قبل كده. المنطقه اللي في النص دي نعمل فيها ايه؟ مجرد ما انت بتختار الجريدنج نفسه حلو، تعمل جريدنج كريشن تولز، اللي هي جريد كريشن تولز، لحظه واحده انا اسف، معلش، جريد كريشن تولز تمام كده. تختار في اختيار هنا اسمه كريت ترانزيشن، ترانزيشن ده بيعمل لك ترانزيشن ما بين اتنين جريدنج، فبتختار له الفيتشر لاين حلو كده، وبتختار له المنطقه البينيه ما بينهم زي ما انت شايف. عمل لك ايه؟ عمل لك ميول منتظمه ما بين الاثنين. نفس الشيء لو انت اخترت له الفيتشر لاين وقلت له في الحته دي، هو الراجل اخترع لك شكل بيني ما بين الاثنين، وعمل لك سطح عليه، بحيث ان هو لو انت كنت ماشي مثلا من ميل واحد لواحد وهنا ميل واحد لاربعه، هو جاب لك الاسلوبات بشكل ايه؟ الى حد ما بيجيبها لك بشكل متدرج. اهي شايف، بس طبعا عشان المسافه صغيره والتغير كبير مره واحده، فجابها لك بشكل متدرج ما بين الاثنين. كان ماشي هنا مثلا واحد لواحد، وهنا وصل واحد لخمسه، فعمل لك شبه متدرج ما بين الاثنين، بس هو يفضل تديله مساحه اطول شويه، بيطلع لك بشكل احلى شويه. ولكن دي طريقه برضو عشان تقفل اثنين جريدنج، تخلي الاثنين جريدنج اللي ايه؟ الاثنين مقفلين ايه مع بعض. يعني مثلا هو بيتعامل ده هنا، هيبقى لو انت بصيت حتى في الجريدنج اديتور هتلاقي هو بادئ من واحد لواحد ووصل لواحد لاربعه، واخد بالك؟ واخد ايه؟ اخد عمليه ترانزيشن ما بين الاثنين، ما بين ده وما بين ده. دي حاجه ما كنتش صراحه قبل كده، اللي هي كرييت ترانزيشن. طيب معلش اخر سؤال طولت عليك، اتفضل لو حبيت اتفضل. اقطع جزء مثلا منه كده، يعني جزء في الركن مثلا اريا معين، هل ممكن ده تقطع ولا صعب؟ يعني تقطع منه جزء بحيث ان انت تعدي فيها، بس طبيعي لو قطعت في النص هتبقى راسي غصب عنك، هل في امكانيه للقطع ولا صعب؟ قطع ايه؟ قطع مثلا قطع جزء منه، زي الباوندري في السيرفيس كده. زي الباوندري في السيرفيس. انت بتسالني اسئله محرجه صراحه. انا اسف معلش. لا والله استنى، هي الفكره انا جربت الجريدنج وانا بشتغل والله كتير، بس الحقيقه في اسئله كتير بتيجي في دماغي، انا ما فيش حاجه عمليه، بس هي اسئله بس مجرد انها جت في دماغي. بص اعتقد ان انت هتتحكم فيه من خلال الفيتشر لاين اللي اتعمل. يعني على سبيل المثال الفيتشر لاين انت واخد الكل هنا حلو، الفيتشر لاين انت ممكن تقول له بريك حلو، ادي بريك كانوت بريك، بيقول لك جريدنج فيتشر كانوت بي بروكن، يعني مش هينفع كمان تعمل له بريك غالبا. لا غالبا لا، سامحني بقى، لا انا لا. هحاول اشوفها لك، بس هي الفكره ان هو غالبا لا، انت ممكن لازم تقرر قبل ما تشتغل. بس هو على فكره الجريدنج تقريبا في الاصدار الاخير عدلوا فيه حاجات شويه، ده مش الجريدنج، حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه عندهم، بس برضه هشوف لك الموقف ايه. شكرا جدا. طيب الباشمهندس عبد الرزاق حجازي اتفضل.
حضرتك رافع ايدك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك هندسة، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. بيه صوتك واطي بس عندي شوية. على المجهود الرائع والكبير وجزاك الله كل خير. تسلم يا رب. حضرتك بعيد شوية، حضرتك بعيد شوية لو سمحت، تقرب المنطقة. طيب سامعني كده؟ ايوه. هندسة، سؤالي بالنسبة لحساب المستخلصات الشهرية. تمام. الخط الحفر المائل هل هو فيوتشر لاين او كيف عملته؟ لا انا بالنسبه لي كان معايا، بالنسبه لي كان الحدود بتاعتي انا عندي طبعا الجسم الخرساني تحت خالص، فمعايا البوتوم بتاع الخرسانه، وعملت جريدنج يمين وشمال بنفس فكره الجريدنج اللي موجوده هنا كده. عملت طبعا خط تحت عباره عن فيتشر لاين، والخط اليمين فيتشر لاين، والخط الشمال فيتشر لاين. حتى نفتح الرسمه استاذنك. ومستخلصات الشهريه، هو طبعا ده هنا السطح الفاينل مش سطح الشغل الاساسي يعني، بس هو مبدئيا انا عندي زي ما انت شايف في خطوط سوداء اهي، مش عارف دي باينه معاكم ولا لا. دي كده حدود الخرسانه الفعليه بتاعتي، فاحنا بناخد منها مثلا متر يمين ومتر شمال على حسب المواصفات اللي موجوده معايا، وبعدين بطلع بنسبه ميل 85 درجه في الميه 85%. فدي 85 تقريبا، 85. فهي الفكره اللي احنا خدنا اوفست الاول، يعني عملت الاول الخرسانه بتاعتي او البوتوم بتاع الخرسانه بتاعتي او بوتوم الاكسكافيشن بتاعي عباره عن فيتشر لاين، خدت منه اوفست متر يمين، وبعدين عملت نسبه الميول بالجريدنج. ده قالي في الاخر خالص عباره عن فيتشر لاين تحت هنا، وفيتشر لاين فوق خالص هنا، تمام، وفيتشر لاين فوق هنا على الشمال، وهنا على تحت على الشمال. انا شلت الجريدنج اللي في النص، احتفظت بس بالاربعه فيتشر لاين، بقى عندي اربعه فيتشر لاين، اثنين تحت واثنين فوق، رحت حطيتهم في سطح، طلع لي السطح اللي انت شايفه ده بالظبط كده. تمام. بس هو الفكره ان ده سطح الكونكلوجن اللي في الاخر، يعني ده ما كانش فيه حتى البريك لاينز. ثواني، هو في والله المفروض شويه بريك لاينز بس انا قافلهم تقريبا. ثواني كده اشوف لك في بريك لاينز هنا. والله مش فاكر انا عملت، يعني هنا السطح النهائي ده معمول من بريك لاينز ولا ايه موقفه، ولكن ده سطحه النهائي كده. حتى عندي المنطقه اللي في النص دي عملت لهم اربع فيتشر لاين برضه، اتنين تحت واتنين فوق عشان تطلع لي نفس الشكل اللي انت شايفه ده، بس هي الاساس اتعمل بالجريدنج. تمام تمام هندسه، جزاك الله كل خير. العفو يا فندم. العفو، تحت امرك. العافيه. طيب باشمهندس محمد عبد القادر، اتفضل. اتفضل محمد. محمد عبد القادر. طيب حضرتك عبد ما يرد في سؤال لحضرتك هنا، بيقول لحضرتك معنى كده هندسه هعمل مقارنه ما بين الرفع الجديد وسطح الدمج بتاعي الجديد عشان احسب كميات القطع السكنيه. دلوقتي بص انت، اي دلوقتي احنا لغايه المرحله اللي فاتت، مش عارف الملف لسه مفتوح تقريبا هنا. لغايه المرحله، ما هي الفكره كلها احنا حسبنا الطور الاول، يعني الطريق اتنفذ الاول في الطبيعه، فعملنا سطح الطبيعه، سوري سطح الطبيعه، وعملنا سطح الطريق، وبعد كده بعد ما خلصنا خلاص حسابات الكميتين مع بعض، تمام، اعمل سطح ثالث اللي هو سطح الدمج، وانسى خالص بقى الارض الطبيعيه القديمه، وانسى الطريق اللي موجود معاك. ليه؟ لان سطح الدمج ده يعتبر ارض طبيعيه جديده لما جاي بعد منه. يعني لو حد جاي يشتغل بعد منك بسنه، انت خلصت الطريق ومشيت، حد جاي بعد منك يشتغل بسنه هيلاقي ان الطريق ده اكزيستنج، ويلاقي الارض الطبيعيه اللي موجوده اكزيستنج. فساعتها انت بتتعامل مع الموجود على اساس ان هو اللي هو سطح الدمج ده، بتتعامل على اساس ان هو ده سطح الارض الطبيعيه اللي هتقارن بيه اي عنصر تاني، سواء قطع سكنيه، سواء امتداد لطريق جديد، طريق متداخل معاك، ايا كان الحاجه، فهو سطح الدمج ده هتحسب منه كل حاجه انت عايزها. تمام. طيب الباشمهندس عبد الرحيم كان بيسال حاجه الظاهر على الجريدنج برضه، لو عاوز اخلي مربع التسويه نفسه بميول 1% بدل ما هو دي سهله. طيب دي نعمل، اسف، بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل مستطيل بسيط كده. انت منسوب كل 1% على سبيل المثال، انت هتبتدي من نقطه وتنتهي عند الايه النقطه الثانيه. على سبيل المثال انا عايز الخط ده، حلو كده، وعند النقطه دي يبقى عند مثلا 650، يبقى الخط ده انا هعمل له كله 600 مثلا و50، حلو كده، ماشي مثلا يعني. وهاجي ده على حسب مثلا ايه، بتحدد نقطه من النقاط اساسا على اساس الكورنر مثلا عندك او اي شيء، واعمل منه فيتشر لاين. انا عايز اعمل فيتشر لاين فروم اوبجكت، حلو كده، ومنسوب هو كام؟ 650، وبقول له اوكي. تمام. الفيتشر لاين ده كله ما هو كده تاخده، بتقول له انا عايز اعمل ستيبد اوفست، هعمل مين ستيبد اوفست بقيمه تكون اكبر من القيمه بتاعتك مثلا زي كده،
يعني باخد من الكورنر ده واعدي الارض بتاعتي بالكامل زي كده، واقول له والله انا عايز، هو بيقول لي السايد بتاعي او الجنب بتاعي، فبقول له الجنب ده من الخط، فهنا بيقول لي بجريد ولا ستوب. ساعتها مثلا عامل بجريد هيقول لي كام، 1% بالزائد او بالناقص على حسب ما انت عايز، فانا بقول له ناقص 1% وبقول له انتر انتر. لو انت جيت بصيت على الخط ده وقلت له مناسيبك كام، هتلاقي منسوبه كام، 648 6 4 7. ليه؟ لان هو اخد المسافه اللي اعطيتها له عباره عن المسافه اللي انا اخترتها على الرسم في نسبه الميل اللي هي كام، اللي هي 1%. اعمل الاثنين دول كده، اختارهم واقول له كريت سوري اد تو سيرفيس از ا بريك لاين، واختار له سطح جديد هنسميه سطح سلوب مثلا. حلو كده، وبقول له اوكي اوكي اوكي. تمام كده، عندك سطح مائل بنسبه 1%. حتى اختار عليه، اختار السطح واقول له انا عايز اضيف سلوب على نقطتين مثلا، من النقطه دي للنقطه دي. حلو كده، طبعا عشان ادي كده سوري نوعه اللي هو كام بيرسنت. تمام كده هتلاقي 1%. مهما رحت انت الخط دوت في اي مكان في السطح هتلاقيه عباره عن كام، 1%. حلو كده، كل ما هنالك اللي انت هتحول طبعا عشان هو الخط هنا مش مغطي، مش هستاذنك نمشيها جوه سنه كده، هتحول الشكل بتاعك ده عباره عن برضو فيتشر لاين فروم اوبجكت، وتقول له اساين اليفيجن، ولكن المره دي بتختار له سطح السلوب بتاعك وبتقول له اوكي، بيتحول لك الخط بتاعك اهو. ولو انت قلت له حتى انا عايز الفيجنز بتاعتي، هتلاقي ان اول منسوب فوق خالص اللي هو المنسوب العلوي تقريبا، عشان احنا حركناه بس شويه، المنسوب العلوي ده فوق اللي هو اخد كان اقرب حاجه من 650. تمام كده، ولو مشيت تحت خالص هنا هتلاقي طبعا عشان هو الارض كلها تعتبر مايله في الاتجاه اللي احنا اخترناه ده 1%، لكن ما بين النقطه والنقطه طبعا الميل مش كام، الميل مش 1%، بس لو احنا جينا النقطه اللي في الاخر خالص دي هنلاقي منسوبها كام، 648 875، واخد نسبه الميل كام، 1% من بدايه الارض لحد نهايتها. يبقى انت بتعمل خط خارج قطعه الارض خالص وخط خارج قطعه الارض، وبتبتدي ايه وتعملهم في سطح وتجيب سطح الاريا دي منها. انا كنت عملت الجزئيه دي في حساب سوري في التسويات عندي في الشرح، في دروس التسويات هتلاقي حاجه اسمها عمل مواقف بميول متعدده، عمل مواقف سيارات بميول متعدده، هتلاقي نفس الشرح اللي انا شرحته ده. وللعلم الفيديو ده كنت انا شرحت فيه والله نص ساعه زياده عنه، ولكن كان البرنامج ما بيسجلش، كانت بقى ميول ثانيه زياده وبتاع، بس البرنامج ما كانش بيسجل، سامحونا بقى ان احنا ما نزلناش الفيديو الثاني. شكرا لحضرتك. الباشمهندس محمد سمير اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا هندسه؟ اتفضل يا كابتن. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. باشا بعد اذن حضرتك، دلوقتي بالنسبه للسطح الدمج دوت، هو كده لغى ال ان جي ال ان جي ال خالص؟ لا، ال ان جي ال موجود، ال ان جي ال موجوده، وفي حاله لو ال ان جي ال اتغيرت الدمج ده بيتغير، لان الدمج ده معتمد اعتماد كلي على الطريق. على سبيل المثال انت دلوقتي غيرت الطريق، عليت المناسيب، هل انت محتاج تعمل دمج تاني؟ لا، هو كل ما هنالك ان سطح السطح مثلا التوب اللي هو جاي من الكوريدور، لو انت غيرت حاجه في المناسيب مباشره هيغير في سطح التوب بتاع الكوريدور، مباشره هيغير سطح مين؟ سطح الدمج. نفس الشيء في الان جيل، لان سطح الدمج دلوقتي معتمد تماما على السطحين اللي اتعملوا منه، بيدمجوا مع بعض يعني، بيدمجوا مع بعض، لكن هم لسه موجودين، في اي وقت ممكن تلغي الدمج ده وترجع تاني للارض الطبيعيه. طب بعد اذن حضرتك، انا عندي في المشروع، انا عندي القطع بتاع القطعه السكنيه ماشي، متر بلس متر ونص وماينس متر ونص، التسويه تبع يعني وزاره الاسكان ده، تبع وزاره الاسكان. ايوه تبع وزاره الاسكان، معايا مشروع اسكان وكده، فبيقول لي اخرك متر ونص فوق الطريق وتحت الطريق متر ونص اخرك. هل الدمج دوت يفيدني في كده ان انا اطلعه متر ونص وانزله متر ونص واحسب كميات؟ الدمج دلوقتي ده كده واخد الارض الطبيعيه كما هي، واخد التصميم كما هو، المتر ونص ده منين؟ من الطريق. ايوه من الطريق. لا ساعتها انت بتاخد بقى سطح الطريق نفسه، وبرضه منين من الطريق؟ هل من منطقه من الايدج؟ ايدج الاسفلت. ايوه من الايدج تمام. فساعتها لا، بص انت كل ما هنالك ساعتها انت عندك تستخرج ايدج الاسفلت في الحاله دي، على سبيل المثال اضغط على الكوريدور وهتلاقي حاجه اسمها فيتشر لاين فروم كوريدور، تختار فيتشر لاين فروم كوريدور وبتختار اللي هو الخط بتاع الايه الاسفلت بتاعك اللي انا واقف عليه، الشولدر بتاعي اخر الشولدر، ايا كان بقى الحاجه اللي عندك، فانت على اساس الكود اللي عندك. يعني مثلا انا هشوف كل دول في الحاله دي، انا عندي الايدج اي دي دبليو ده اللي هو الايدج اوف ترافل واي. ايوه ماشي، بقول له ايه امشي فيه في السيتنج، وبتقول له انا مش عايزها دايناميك لينك، قول لي اوكي اوكي. بص كده هتختار، هتلاقي عندك مين، سوري اهو ده فيتشر لاين بطول الطريق على منسوب ايدج الاسفلت ده بقى. اللي تنزل منه وتطلع منه، تعمل واحد يمين وتعمل واحد شمال،
وتعمل منهم سطح كده، ده سطح الاسفلت بتاعك عند الايدجين، مش مشكله الصناعه. واخده في لوحه تاني خالص واطلعه مع الدمج مثلا، هو ده بقى اللي انت تطلعه. يعني هي الفكره ان تاخده ده، او ممكن تعمل في نفس اللوحه زي ما انت عاوز، بس هو يفضل انا اعمله في لوحه واحده، لوحه لوحده مثلا، ومع الدمج واحسب كميات تقطي وترجع لك انت، لان هو دلوقتي انت جاي معاك سطح الاسفلت اللي ممكن تطلع منه متر ونص فوق ومتر ونص تحت تبتدي تتعامل معاه. وللعلم محمد عبد العظيم كان عمل اسمبلي مخصوص لعمليه وزاره النقل، ارجع لقناه محمد عبد العظيم هتلاقي شرايحها، بحيث ان هو الاسمبلي جاهز يحسب لك كل حاجه. ماشي هندسه، وده والفوتشر احسن من السريد اونلاين في الحته ديت صح كده؟ عشان بس الكيرفات، بس يكون هناك عشان الكيرفات. ماشي بس هندسه، بس قبل ما تستخرجه صغر المسافه، لو انت عندك كيرفات في الطريق صغر المسافه عشان يطلع خط فيتشر لاين، يعني صغر اللي هو زود الفريكوانسي يعني. تمام، يطلع لك خط فيتشر لاين محترم، وبعدين عدل الفريكوانسي تاني بحيث ان الملف ما يتقلش معاك. ماشي يا هندسه، شكرا، جزاك الله خير يا هندسه، شكرا، الف شكر. طيب اخر سؤال يا فندم. اسماعيل بيقول لحضرتك لما بيعمل بروفايل بيطلع حاجه معاه البي في اي والاي دي والكي، بيسال الاي دي والكي دول وسلام المهندس. اسماعيل وهدان بتاع مكه حبيبنا ولا ايه؟ شكلك انت سلام المهندس الشاب اكيد عارفك. ايوه اسماعيل وهدان، اتمنى ان هو يكون اسماعيل وهدان حبيبنا من ايام ما كنا لسه صغيرين خالص، اسماعيل كان الرئيس بتاعنا. طيب بص اسماعيل، بي في اي اللي هي البروفايل، سوري ايه، بي في اي بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن، اللي هي بس كده نيجي على بتاع اللي هي بوينت اوف فيرتيكال بي في اي، ثواني كده يا اسماعيل عشان كمسمى نجيبها لك من هنا، ابريفيشن صح، بي في اي بوينت. بص اسماعيل، تيجي انت في اللوحه على اليمين هنا قائمه سيتنج، بتعمل كليك يمين على اسم اللوحه وتقول له ايديت دروينج سيتنجز، وبتيجي على الابريفيشن. الابريفيشن دي زي الاختصارات اللي موجوده في البرنامج بشكل عام. طبعا هي المفروض كلها اللي هي البي في اي، هي هتلاقيها البي في اي اللي هي البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن، نقطه التقاطع الراسيه، اللي هي عباره عن ايه، انت عندك الطريق جايب ميل هنا حلو، وبعدين طريق في ميل تاني هنا، الاثنين دول اتقطعوا في النقطه دي حلو كده. ولكن انت طبعا ما بينفعش في الفيرتيكال، في المناطق الفيرتيكال او حتى في الهوريزونتال، ما ينفعش تقابلهم بخط ايه، يبقوا خطين حدي مع بعض كده، لا لازم بتعمل منطقه عباره عن كيرف، سواء كيرف راسي في المنحنيات سوري في البروفايل، او كيرف افقي في المنحنيات الافقيه. فالنقطه دي اسمها بي في اي، اللي هي اللي بيشير لك اليها هنا حلو كده. ال في سي اللي هو طول الكيرف، الكي دي ده معامل موجود في الـ في الـ في, الـ في الحسابات بتاعت اللي هو الالجبريك برضه، عشان نشوف لك كده اسمه الجبريك ايه، الكي او الكي اللي هو الكيرف كون كوفي كوفيسي، مش عارف والله كيرف ايه، بس المهم ده اللي هو المعامل تقريبا ال كيرف كوفيشنت. ايوه بالظبط كده هو ده. فدي كلها بتبقى معادلات موجوده في الحسابات بتاعت الفيرتيكال كيرف نفسه. لو كده برضه ممكن اطلع لك ملف بي دي اف احطه في اللينك، خاص ايه هي المعادلات دي وتيجي ازاي، برضه تتحسب ازاي. هي طبعا موجوده في الكود، ولكن هجيبها لك ملف اسرع من الكود، بحيث كل المعادلات اللي بيستخدمها البرنامج موجوده في هناك في الملف ده. هتعمل ملف بالعربي اسمه تخطيط الطرق، هجيبه لك بحيث يظهر لك معاك كل مسمى الهاي بوينت واللو بوينت، مثلا اعلى نقطه في الكيرف فين واللو بوينت تيجي في مناطق مثلا زي كده، بيبقى اوت نقطه في الكيرف فين، هو البرنامج بيطلعها لك، والكي دي الفاليو بتاعتها كام، والال في سي اللي هو الطول، وعندك برده مسميات اللي هنا دي، كل المسميات دي اللي موجوده في البرنامج كليك يمين اديت دروينج سيتنجز، وبتيجي على الابريفيشن وتبتدي تبص عليها اللي موجوده هنا. وبالفعل انت ممكن تغيرها كمان من هنا لو حبيت. طب معلش انا كنت اضح عليك السؤال اللي فات، اخر سؤال بس معلش، ده سريع وظهر حضرتك جاوبته قبل كده بس هو سائل. بعد تصميم الطريق بقطاعات ونقاط الارض الطبيعيه، تم اعاده رفعها نقاط الارض الطبيعيه، هل نعيد التصميم ام استبدال السطح؟ هو الموضوع تستبدل السطح مثلا، الفكره كلها دلوقتي انت عندك اصل النقاط نفسها، انت هل كل القديمه هتتلغي وتعمل جديده؟ يبقى خلاص اعمل سطح كل ما هنالك، ان انت هتعمل سطح ومعي سطح جديد لو القديمه كلها هتتلغي، او لو انت عايز تحتفظ بالقديمه وتعمل مقترح تاني كانه مقترح تاني، اعمل سطح بالداتا الجديده اللي عندك، كل ما هنالك هتضيف تقول له انا عايز في تضيف الالاينمنت وتقول له سيرفيس بروفايل، هيشوف لك السطح الجديد اللي انت عملته هيتضاف معاك هنا على التصميم، وتبتدي بقى تعدل انت كل حاجه، لان هو دلوقتي التصميم نفسه مش مرتبط بارض طبيعيه،
او مش مرتبط بسطح تاني، التصميم حاجه منفصله، ممكن انا اشيل الارض الطبيعيه ويكون معايا التصميم زي ما هو، ولكن هي كل ما هنالك ان انت خلاص هتعمل بقى سطح، هيجي لك سطح تصميم جديد، تعدل التصميم بتاعك او تعمل مقترح تاني مفيش مشكله. في نفس الوقت الكوريدور اللي اتعمل ده بدل ما تلغيه كله، لا بتضغط عليه تيجي على الكوريدور بروبرتس، لو انت عملت تصميم جديد بتغير من هنا التصميم، حلو كده، بتختار من هنا اللي هو الفيرتيكال بيز لاين، بتغير التصميم بتاعك، ولو عملت ارض طبيعيه جديده بتيجي على التارجتس وبتختار ارض الطبيعيه الجديده بتاعتك عباره عن ايه. يعني في جميع الحالات مفيش مشكله، انت ممكن تعمل تصميم جديد بناء على الارض الطبيعيه الجديده اللي اترفعت وتضيفهم للكوريدور الحالي، او تعمل طبعا كوريدور جديد بيهم، مفيش اي مشكله. تمام ماشي، شكرا باشمهندس، اتفضل نكمل. طيب نخش على الجميله واللذيذه اختنا البارسل، وهو الحمد لله يعني انا صراحه ما كنتش مجهز قوي للنتورك، كنت رجعت فيها حاجات بسيطه كده، بس انا عايز اديها حقها خلال المره الجايه ان شاء الله. والبارسلز برضو ممكن ما نلحقش نخلصها كلها دلوقتي، ولكن هنحاول نلم في المحاضرتين دول الباقيين اللي هو البارسلز والنتورك. فاحنا نفتح دلوقتي البارسلز بسم الله الرحمن الرحيم. البارسلز احنا عايزين كده نجيب لكم مثال او اثنين. ايه هي اصلا البارسلز دي؟ البارسلز دي هي عباره عن قطع الاراضي او المخططات اللي احنا بنشتغل عليها. على سبيل المثال ده كده مخطط منطقه، طبعا مسميات، معلش امريكا الجنوبيه فما تقلقوش من المسميات. زي ما انتم شايفين هي عباره عن مجموعه شوارع موجوده معانا، وهنا ده كالدوساك منطقه مقفوله بحيث تلف وترجع تاني، ودي عباره عن المناطق السكنيه او المخططات السكنيه او القطع السكنيه اللي هتبقى موجوده في داخل المخطط. حلو، الفكره كلها ان البرنامج طبعا زي ما احنا كنا شفنا في اول فيديو خالص لو نفتكر، ان انا عملت خط واظهرت عليه كتابه وعملت له اللي هو الدايناميك بلوك عشان الكتابه تزيد معايا وتقل معايا وما الى ذلك، وفي الاخر خالص عملنا مثال بسيط ان البرنامج نفسه مجرد ما انا بقول له، او برنامج السيفل بشكل عام مجرد ما انا بقول له انا عايز اظهر مثلا كتابه خط، بيظهر لي مباشره بدون اي تفاصيل وبدون اي وجع. على سبيل المثال ده مخطط تاني برضو، طبعا المخططات دي انا نزلتها لكم في الايه في الملف معاكم، او مثلا زي مثلا القطعه رقم واحد هنا بيقول لي والله القطعه رقم واحد دي 800 سوري 8 متر ونص شمال، 8 متر ونص جنوب، 19 متر 19 80 و19 80. ولكن هنا زي ما انتم شايفين الكتابه دي كتابه منفصله، نفس الشيء الكتابه دي منفصله، الخط ده خط ايه، هو عاملها خط على بعضه هنا كده. حلو، فطبعا انت عشان تغير بقى الكتابات دي، لو على سبيل المثال انا عايز اغير فرضا يعني دي ارقام القطع اللي موجوده بناء على الزون، مثلا الزون اتش دي فيها 1 و2 و3 و4 وما الى ذلك، انا هاخد حتى الزون دي كده على بعضها، اقول له كنترول سي وبفتح ملف جديد وبقول له بيست اوريجينال كوردينيت. حلو، وانا اخد كوبي منها على اليمين كده مثلا يعني. حلو كده، طبعا زي ما انتم شايفين هو جايب كل قطعه وكاتب حوالين منها كل ايه، كل الشغل ايه، كل الشغل بتاعها سواء ايه الكتابات بتاعتها. انا هنضف بس اللوحه شويه بسم الله، ودول كده تمام، برضو ده وده كده ماشي. يبقى دي كده اللوحه ايه بشكل ايه، بشكل واقعي اكتر. احنا عندنا هنا زي ما شايفين مسمى 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي نفس الوقت الارقام ما كملتش معاه هنا وما ظبطش الارقام بتاعته، الارقام طلعت ايه في حاجه مش مظبوطه. حلو، طب الكلام ده عشان اعمله بالكاد انا هحتاج اكتب كل كتابه واخد منها كوبي 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 مثلا على سبيل المثال، ونفس الكتابات اللي في النص دي هاخد كوبي منها واعدلها. افرض جه في اي وقت يقول لك والله لا انا عايزك تطلع لي بيان كل قطعه ارض مساحتها كام، وكل قطعه ارض رقمها كام، والابعاد بتاعتها كام، وفي نفس الوقت الاحداثيات اوريدي في شكل مثلا جدول جوه الرسم او بنطلعها بشكل بيانات خارج الرسم. ده رقم واحد. رقم اتنين يجي في اي وقت يقول لك والله لا عدل لي الترقيم ده وطلع لي الداتا دي تاني. طبعا عشان انت تعمل الكلام ده في الكاد بياخد وقت رهيب، بياخد وقت ايه؟ وقت رهيب جدا. ففي الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ برنامج السيفل بيوفر علينا مجهود كبير جدا في الموضوع ده. على سبيل المثال انا هبتدي اشيل كل الكتابات اللي موجوده دي. وطبعا في انا من هواة التنظيف فيعني سامحونا. عادة لما نيجي نشتغل اي ملف كاد بالذات حاجة زي اللي قدام منا دي، لازم الاول ما دام هو ملف كاد ايه الغرض الاول من القطع دي؟ القطع دي انا او سوري الشغل ده، القطع دي انا هبتدي اطلع ايست ونورس، ماليش اي دعوة بالزد، ماليش اي دعوة بالزد. فبالتالي نحاول دايما نخلي اللوحة بتاعتنا كلها الليفل واحد،
ازاي ليفل واحد؟ لو احنا مثلا بصينا على سبيل المثال كده زي ما نشوف هنا اللوحه قدرا ان هي جايه كلها ليفل واحد على مثلا منسوب كام؟ منسوب الزيرو. حلو. احيانا بيكون اللوح لا في والله قطع تانية او سوري بتبقى في خطوط ليها مناسيب مختلفه وما الى ذلك. طيب الكلام ده نقدر ننظفه ازاي على سبيل المثال؟ والله مثلا على سبيل المثال دلوقتي برضه نفس الشيء، لو انا لغيت الخط دوت قلت له اريز هنلاقي في خطوط تحت الخطوط الاساسيه بتاعتنا، يعني اللوحه فيها خطوط فوق خطوط، فيفضل ان انت تنظف الكلام ده كله قبل ما تبتدي شغل في السيفل. في الحاله دي مثلا على سبيل المثال انا باخد مثلا القطعه دي وبعمل لها كلها اكسبلود، حلو، بحيث اخلي كل عنصر من العناصر لوحدها. بنعمل مثلا امر اسمه اوفر كيل. اوفر كيل ده مهمته ان هو بيشيل العناصر اللي فوق بعض، يشيل العناصر اللي ايه اللي فوق بعض المشتركه. هل هنا عايزه تبقى مشتركه في اللون ولا؟ يعني مثلا يقول لك اجنور، اجنور دي في حاله لو انا قلت له لا اجنور الكرر واقول لي اوكي، ادي مثلا هنا شلي الخط ما شليش دور الخط لان انا عملت له اجنور للايه سوري اللي هو اسمه ايه دوت، بسم الله الرحمن الرحيم، اجنور للكلر. لا في الحاله دي مش هعمل له اجنور، انا هقول له اوفر كيل تاني. يبقى كده اوفر كيل ده هينشد كل العناصر اللي فوق بعض اللي ليها نفس المواصفات ونفس المزايا. فبشيل هنا وبقول له اوكي. لو انا جيت شفت الخط ده برضه نفس الشيء، لان هو مش واخدين خلهم واخدين سوري لاير واحده، هبتدي احطهم في لاير واحده على سبيل المثال في الزيرو، اقول له اوفر كيل لمجموعه العناصر دي وبقول له انتر انتر، برضه ما شالهمش سبحان الله خيرا. مش واخدين نفس التفاصيل ولا ايه؟ طيب يفضل بقى اختار العنصر لو هو القطعه مش على لاير ثانيه، لان في حاجات مش موجوده هنا ومش موجوده هنا. طيب هو يفضل ان احنا ننظفها طبعا، بس للاسف الملف دوت مش مظبوط معانا. ادي سيلكت سيميلر موف، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا اضطر معلش ننظفها بشكل سريع كده بشكل يدوي، لان هي في كام عنصر فوق بعض. هو يفضل زي ما احنا قلنا ان احنا ايه نحاول نشوف الملف وننظفه قدر الامكان، سواء باوفر كيل او بالبرج. البرج ده اللي هو بيشيل الايه البلوكات اللي ملهاش لازمه او الليارات او ما الى ذلك، والاوفر كيل بيشيلها لنا ايه، بيشيل لنا العناصر اللي فوق بعض المتكرره. يفضل الكلام ده قبل مرحله مين؟ قبل مرحله الايه التحويل من كاد لسيفل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طبعا انا شايف ان في خط تحت خط هنا تقريبا، بس فعلا كده في خط تحت خط. طيب بنيجي على البرنامج مثلا في الحاله دي انا عايز اعمل نفس الشكل ده ولكن من خلال السيفل. كل ما هنالك باجي على قائمه البارسل وبقول له بارسل كرييت بارسل فروم اوبجكتس. طبعا انا ممكن اعمله بالبارسل كريشن تولز، يعني انا هعمل البارسل او هعمل التقسيم بنفسي من الاول خالص، او ان انا بحول عنصر موجود. في الحاله دي مثلا هقول له كرييت بارسل فروم اوبجكت وابتدي اختار العناصر اللي موجوده اللي انا عايز ايه عايز احولها وبقول له انتر. تمام كده. هو بيطلع لي هنا بيقول لي والله انا هعملها لك في السايت، لان هي البارسلز دي بتدخل هنا. لو احنا بصينا حتى على الشمال هنا مش هنلاقي ان في حاجه اسمها بارسلز خالص، لان البارسلز دي تيجي تحت كلمه ايه، تحت كلمه سايت، بختارها ان هي سايت. بيقول لي الستايل بتاعها ايه، ففي الحاله دي انا اقول له ايه اديها لي مثلا ستايل اسمه بيزك، طبعا ممكن نغيره في اي وقت. والكتابات انا عايز البارسل نمبر، تمام كده، وبقول له ايه وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين قسمها لي اهو، قال لي 1 2 سوري الارقام زي ما انتم شايفين طبعا الارقام مختلفه ملهاش ترتيب معين. وفي نفس الوقت اظهر لي مين؟ اظهر لي رقم القطع بس. طب انا عايز اظهر شويه تفاصيل اكتر، وفي نفس الوقت عايز ارقم بناء على نفس الترقيم اللي موجود هنا. نشوف عمليه الترقيم سريعا بتتم ازاي. اضغط على اي بارسل من الموجودين او قطعه من اللي موجوده، مجرد ما انت بتختارها زي ما انتم شايفين هو عمل لي هايلايت للحدود بتاعتها. في نفس الوقت ان البارسل دي نوعها بيزك ورقمها 14. لو انا جيت قلت له مثلا بارسل بروبرتس وقلت له والله اظهر لي عليها بدل البوينت نمبر، لا اديني الاريا بتاعتها والحدود. طبعا ونصغر معلش بس شويه السكيل نخليه 1 ل 100 اهو. هنا اظهر لي الاريا بتاعتي بالاكرز اللي هي الفدان والبارامترز بتاعتها اللي هي البارامترز بتاعتها اللي هي الايه اجمالي عدد الخطوط اللي حوالين منها. ممكن طبعا الاريا دي تتغير او الستايل نفسه بشكل عام يتغير، مثلا اقول له السكوير متر اللي هي مربعه،
فقال لي والله انت بالقليله المربعه المساحه الارض دي 168 ايه 168 متر. نفس الشيء انا مش مكبر سنه كده واحد ل 200 بحيث الارقام باينه معانا. طيب مبدئيا انا عايز ابتدي اعدل الترقيم بتاعي، فهبتدي اكبر شويه عشان نشوف الترقيم هيتغير ازاي مباشره. نفس الوقت اعمل ماتش من ده هنا. طيب يبقى انا هقول اول شيء هعمله هعدل الترقيم اللي موجود بحيث يماثل الترقيم اللي موجود معايا. زي ما شايفين هو بدا 1 2 3 4 وطلع لحد 10 وبعدين هبل في الارقام وبعدين رجع تاني. فاحنا هنهبل زيه ولا لا؟ فاحنا هنهبل زيه. لا مش هينفع نهبل زيه لان الارقام عندي هنا ما ينفعش تتكرر. هبتدي امشي بالترسيب كله وارجع ايه ارجع اقف لحد هنا تاني، او ان انا اوصل لعدد 10 وبعدين ارجع لغايه 16 وهنسمي اللي فوق بمسمى جديد. كل ما هنا اللي انا بختار اي قطعه من الموجوده عشان عايز بقى لكم الفرق البسيط اللي ممكن نعمله في لحظات. تيجي على ري نمبر اند ري نيم تمام كده. فهو بيسالني هنا البرنامج هتبتدي من رقم كام وهتمشي كل كام. ففي الحاله دي هبتدي من رقم واحد وهمشي كل كام؟ همشي كل واحد. بضغط هنا اوكي وابتدي اقول له والله نفس الشكل اللي انا همشي نفس الايه نفس الترتيب اللي انا ماشي عليه. شايفين انا بدات هنا ودي تعتبر رقم واحد وانا ماشي عباره عن خط زي ما انتم شايفينه كده تقريبا لحد النقطه دي كده، وبعدين هاجي هنا وبعدين هنزل هنا تاني. فهو هياخد نفس الترتيب اللي انا مشيت عليه ويعيد ترقيم بناء على اساسه. انا قلت له اوكي اوكي زي ما انتم شايفين هو قال لي هنا دي بقت رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وصل لغايه 10 11 لحد 16 تمام. طب اللي فوق دول هو عدل الترقيم بتاعهم بناء ان اخر رقم كان عنده 16 فبقت عنده هنا 17 وعنده 18 و19 ولكن ترتيبهم مش مظبوط. هعيد ترتيب اللي فوق برده بالمره بختار اي واحده فيهم وبقول له رينيم اند رينمبر. هبتدي من رقم 17 وهمشي كل واحد ولكن هبتدي من اول هنا همشي كده 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 مثلا وبقول له انتر اهو يبقى عمل لي 17 18 19 20 21 22. يبقى انا بسهوله اقدر اغير الترقيم في اي وقت. جم قالوا لي لا والله يا هشام احنا عايزين نبتدي من رقم 50 ومشينا بالترتيب مختلف. حاضر في لحظه بتضغط هنا تقول له رينيم اند رينمبر هبتدي من رقم 50 وبقول له اوكي وهمشي بالترتيب بتاعنا مثلا انا اسف عشان الترتيب بس يجي لتحت ادي 50 وبقول له اوكي مثلا لحد الاخر هنا لحد هنا وبقول له انتر انتر بيعيد لي الترقيم مباشره. يبقى ده كده ابسط شيء اول حاجه ازاي اعيد ترقيم كل القطعه في لحظات. ده رقم واحد. رقم اثنين انا عايز الكتابات تظهر على مين؟ تظهر على القطعه نفسها الكتابات اللي هي ايه اطوال الاضلاع دي. فمجرد ما بتختار القطعه نفسها وبتيجي على تقريبا مش هبقى من هنا لا مش هتيجي من هنا هتيجي من هنا اهوت اللي هو بقول له اد ليبلز وبقول له مالتيبل سيجمنت. طبعا بتحدد له بس الكتابات اللي انت عايز تظهرها عباره عن ايه. كل ما هنا لك بتيجي في قائمه انوتيت وتقول له اد ليبلز بتختار من هنا تقول له انا عايز اعمل اللي هي البارسل وبتيجي هنا بتقول له في حاله لو في خط وفي حاله لو في كيرف. لو خط انا عايز بس اظهر مين اظهر الديستنس. عندنا نوعين من الديستنس عندي حاجه اسمها السبان وعندي هنا البيرنج ديستنس. فانا الحاله دي اقول له ديستنس وهنعرف الفرق ما بينهم ايه فبقول له ديستنس وبقول له انا عايز مالتيبل سيجمنتس تمام كده يعني قطعه مختلفه ادي ديستنس بس الطول بس وبقول له اد وبقول له القطعه دي. فهو بيسالني مع عقارب الساعه ولا ضد عقارب الساعه فبقول له مع عقارب الساعه. هي هتفرق في ايه مع او ضد عقارب الساعه؟ في حاله لو في اتجاهات اللي هو البيرنج الانحراف عشان الانحراف طبعا لو نفس الضلع ده ليه انحرافين يا اما شمالي جنوبي او جنوبي شمالي بيفرق الاثنين عن بعض تمام. مجرد ما انا بختار زي ما انتم شايفين برده كلوك وايز اللي هو الشكل ده وبقول له كلوك وايز اهو مجرد ما انا بختارها بس وبدي له انتر لان بفعل له الموضوع بتاعنا. ادي زي ما انتم شايفين الكتابه بتاعتنا مباشره ظهرت وظهر معانا ايه الستايل بتاعها. طبعا ده ستايل كل ما هناك انا ممكن اعدله بحيث مثلا اشيل حرف الام على سبيل المثال ادي الديستنس وادي الام اللي في الاخر دي انا مش هحتاجها تمام. والكتابه نفسها هخليها مثلا باللون الابيض وهصغر حجمها شويه هخليها 1.75 وبقول له اوكي كلوز. زي ما انتم شايفين ظهرت الكتابه معايا. الحلو بقى في حاجه هنا انا عندي هنا على سبيل المثال الخط دوت اللي هو مثلا ده طبعا ده مرتبط بمين؟ بالقطعه دي. لو انا غيرت الخط ده وغيرت طوله مثلا كده الكتابه ما اتغيرتش الا لو انا كنت عامله طبعا دايناميك بلوك من الاول كان هيتغير معايا. في الحاله دي لا الكتابه ما اتغيرتش بحيث ان انا هنا ولكن هنا في الـ في الـ في البارسلز بتاعتي مجرد ما انا بشد الخط مباشره المفروض سوري انا شديت الخط الخلفي ثواني بسم الله الرحمن الرحيم
مشدد رقم خط غلط، خط البرص نفسه شديته، او الخط ده لو انا شديته في اي اتجاه مباشره المفروض بيعمل لي ايه؟ بيغير لي الطول بتاعه بناء على مين؟ بناء على الطول الجديد بتاعه. نفس الشيء الخطوط اللي فين، الخطوط اللي فوق بتتعدل الابعاد بتاعتها او الاطوال بتاعتها بشكل ايه؟ بشكل مباشر عن الايه؟ الشكل الاساسي بتاعها او الطول الاساسي بتاعها. طبعا عشان هو هنا ده مرتبط بمين؟ بالبارسل بتاعتنا. نفس الشيء لو انا غيرت حتى ادي الطول هنا عشان هو في خطين فوق بعض، هي دي المشكله ان في مجموعه خطوط فوق بعض، فهي عشان كده هي ايه؟ دي مشكله ان في خطوط كتير فوق بعض، لازم تاخدوا بالكم معلش من الجزئيه دي. ريبيلد على طول. طيب لو احنا حطينا حتى ده ريبيلد، لان في خطوط فوق بعض، انا اسف معلش الرسمه ما كناش منظفينها، انا جبت الرسمه على طول واشتغلت عليها. المهم ان هي الفكره كلها ان القطعه نفسها مجرد بتغيير اي ضلع من الاضلاع بتاعتها بيتغير الشكل بتاعها. فلو على سبيل المثال عملنا حتى قطعه ثانيه مثلا كده او تمام، وقلت له انا عايز اعمل بارسل فروم اوبجكت، وبختار الاوبجكت ده وبقول له انتر، حلو كده، وباخد كله ديفولت كما هو. ادي عمل لي القطعه مثلا دي اللي هي رقم 16. مجرد انا بختار القطعه وبغير الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين، احنا عايزين نظهر المساحه بتاعتها، انا اسف نظهر المساحه، ادي المساحه، حلو، المساحه بالمتر المربع اهي. مجرد ما انت بتعدل اي شكل اي جزء من الاشكال بتاعتنا المساحه اوتوماتيك على طول بتتغير. وفي نفس الوقت لو انا حتى ضفت الكتابات، الكتابات شوف بس دي لو قطعه واحده، ادي بارسل multiple segment وبقول له اد اي، تمام. مجرد ما انا هختار القطعه وابتدي اعدل بيتعدل مباشره الابعاد بتاعتها، وفي نفس الوقت بيتعدل مين؟ بيتعدل المساحه بتاعتها بشكل ايه؟ بشكل مباشر. دي كده اول خاصيه من الخواص السيفل اللي ممكن تتعمل بشكل سهل وبسيط، ان احنا بنحول مشروع بالكامل زي ما احنا شايفينه كده لمشروع مين؟ لمشروع سيفل حيوي. وفي نفس الوقت اقدر اطلع كل التفاصيل اللي موجوده عندي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي كام قطعه في المخطط انا ما اعرفش، يعني مثلا انا لازم اعد عندي قطعه في المخطط، في حين ان البرنامج لا، برنامج السيفل مجرد ما انا بخش على السايت وبقول له انا عايز اشوف عندي البارسلز اللي هنا، مجرد ما بتضغط على البارسل تقول له بروبرتس يقول لك والله انت عندك عدد القطع، بسم الله الرحمن الرحيم، دي هنا كل قطعه منفصله تمام، بس المفروض بيدينا قطع عدد القطع الريبورت وعدد القطع، بسم الله. من هنا اعطينا سايت هنا البارسل، البارسلز عندنا احنا هنا كام؟ عندنا 16 بارسلز. نيكست نمبر، لا احنا اسم ده في النمبرنج والجيومتري انفورميشن، بسم الله ماشي. بارسل بروبرتس، لا مش هنا برضو، وهذا اختلط عليه الامر ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، او في الريبورت تقريبا، في الريبورت، ريبورت بارسلز، نبي تشيك ده الكامل، لا مش نبي تشيك اريا بارسلز، لوكي معلش يا شباب لحظات كده بس اتاكد من حاجه، لان هنا طلع لنا الاريات كلها، ممكن نعرف دي من خلال بس هو المفروض من جوه السيفل في طريقه ان احنا نعرف عدد البارسلز كام كلهم مره واحده. بس هو مبدئيا الريبورت هيطلع لي كل اريا، الاريا بتاعتها كام، والمسطح سوري اللي هو المسطح بتاعها او سوري المحيط بتاعها كام. طيب معلش سامحوني ان انا اتلخبطت. طيب البارسلز يبقى احنا نرجع تاني معلش للبارسلز. دلوقتي البارسلز يبقى احنا ممكن نحول مشروع من اللي موجودين معانا، المشاريع اللي موجوده زي كده، حلو، ناخدها كما هي. يعني مثلا يفضل احنا ناخد حاجه سيلكت سيميلر، كنترول سي كنترول في، حلو، طبعا هو ما خدش كل حاجه، هي اصل بتعتمد اعتماد كلي على تنظيف اللوحه قبل الايه؟ قبل الشغل، لان هي select similar control C control V مثلا،
يعني فكرة ان في بتبقى عناصر مقفولة وفي عناصر مفتوحة زي كده، فيفضل ان انت تنظف اللوحة الاول قبل عملية مين، قبل عملية التحويل ده، في حالة لو انت بتحول يعني. انا مثلا في حتى ايام ما انا كنت شغال كان في مشروع عندنا، طبعا عدد، بسم الله الرحمن الرحيم، ليسون لو ده ملف زي ده، كان في قطع كتيرة برضو زي ما احنا شايفين. طبعا الملف كان فيه حاجات على مناسيب مختلفة، هنا كانت كلها مناسيب واحدة. طبعا انت عشان تحول مناسيب مختلفة لمنسوب واحد، تعلم عليهم كلهم طبعا، في حالة لو هم كلهم عنصر واحد بتوع كنترول واحد. هنا احنا عندنا حاجة بلوك ريفرنس، وعندنا لاين واركس وبولي لاينز، كلهم منسوب واحد. هنا الارك كله الزد بتاعه واحد، اللاينز البداية والنهاية كلها واحد، والبلوكات نفس الشيء كلهم واحد. يبقى كده كلهم عناصر ايه، عناصر على ليفل واحد، بنعمل لها مثلا اوفر كيل عشان يبتدي مين، يبتدي يشيل الحاجات اللي فوق بعض، دبل انتر. حلو كده، شايف هو 6 ولغى لي 19 اوفرلاب، وبعدين ببتدي مباشرة ابتدي احول له اوبجكت فروم ايه، فروم الاوبجكت. انا فتح الملف، سوري الملف، فتح ملف كاد في 7 كنترول سي بيست اوريجينال كوردينيتس اللي هي ارسل فروم اوبجكت، حول العناصر كلها وبقول له اوكي، انتظر لحظات عليها هيحول لي كل العناصر اللي موجوده عباره عن بارسلز مختلفه. نصغر الكتابات ونشوف مثلا من ضمن الحاجات اللي حصلت اهو، ماشي. هو بص زي ما انتم شايفين هو حول لي كل العناصر دي، مفيش مشكله فيها، وهنا ما حولليش الا ايه، الا واحده بس، واخدت نفس الشكل كده. اما القطعه الصغيره دي ما تعملتش معايا، ليه؟ لان كل ما هنالك ان القطعه دي مش متقفله صح مع القطعه بتاعتنا. فانت ساعتها بس بتعمل مين، تعمل اكستند لمين، العنصر بتاعك. مجرد انت بتعمل اكستند بتاعك، بيبتدي هو زي ما انتم شايفين يعرف مباشره ان القطعه بتاعته، يبتدي يشتغل عليها. هاي يبقى انا عملت اف لكل دول كده اكستند، وبتعمل له انتر، خلاص بيعملهم لي كلهم ايه، قطع زي ما انتم شايفين كده، كل قطعه ايه مرتبطه ببعضها. نفس الشيء انا عندي هنا، هتلاقي برضو ايه عمليه ان في هنا برضو نفس الشيء مش معمول لها اكستند. يبقى هو يفضل ان انت بتنظف اللوحه الاول وبتظبطها، وبعدين بتبتدي تتحول زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين كده. وعمليه التحويل زي ما انتم شايفين عمليه سهله وبسيطه، ما فيهاش اي مشكله. وفي نفس الوقت عمليه الترقيم بيتم الترقيم بناء على ايه، على نفس الفكره. ممكن ترقم مجموعه قطع مختلفه في اماكن مختلفه. على سبيل المثال انا عايز ارقم هنا مثلا من 1000 ل 1000، من 1000 وكل متر بعد كده اخلصي كل رقم، وبعدين نفس الارقام اللي بعد كده تيجي هنا، يعني ما تجيش جنب مني على طول. فساعتها بتعمل انت بولي لاينز تمثل مين، تمثل الخطوط اللي انت عايز تعملها بالترتيب اللي انت عايزه. يعني ايه، مثلا شايفين مثلا هتيجي هنا من 1000 ويوصل لحد هنا، وبعدين يرجع يكمل ياخد من هنا لحد هنا، تمام، وبعدين يرجع يكمل ياخد من هنا لحد هنا. يبقى انا رسمت البولي لاين ده بدايته هنا ونهايته هنا، وبعدين من هنا لحد هنا، وبعدين من هنا لحد هنا. كل ما هقول لك هتضغط على اول واحده تقول له والله مثلا، او اي واحده مفيش مشكله، رينيم اند رينمبر، هبتدي مثلا بالرقم 5000 مثلا على سبيل المثال، وهمشي كل واحد وبقول له اوكي. وساعتها بختار له من هنا، اقول له بولي لاينز، بختار له البولي لاين ده، وبعدين اختار له البولي لاين ده والبولي لاين ده، وبقول له انتر انتر. اهو ادي بدأ 5000 لحد الرقم 5011، وبعدين هنا 5012 لحد 5025، ومن 5026 لحد مين؟ لحد الرقم الأخير هنا، تمام كده. يبقى خدني الترقيم بناء على الخطوط اللي أنا إيه، اللي أنا رسمتها له. ده كده في حالة لو أنا بعمل عملية ترقيم بسيطة. طبعا الكتابات زي ما احنا شفنا كده كتابات بسيطة، وفي نفس الوقت في طبعا تفاصيل أكتر في البارسلز، ولكن الواحد صراحة متلخبط شوية أو مرهق شوية، فسامحونا. إن شاء الله المرة الجاية نعيد لكم البارسلز بشكل سريع ونبتدي نكمل فيها، لان هي البارسلز طبعا فيها اوبشنز كتيره، زي ان انت بتعمل عمليه مانجمنت للمخطط بالكامل، من حيث ان انت تقدر تطلع في اي وقت، تقدر تطلع الريبورتات اللي موجوده هنا. من ضمن الريبورتات اللي موجوده ان انت تقدر تطلع كل قطعه ابعادها ايه، مساحتها ايه. في تفاصيل تانية ممكن نضيفها نشوفها برضو المره الجايه ان شاء الله. وفي نفس الوقت كميات، لو انا عندي سطحين موجود او سطح كميات موجود، اقدر اطلع كميه الحفر والرد بتاعت كل قطعه منفصله بايه، منفصله بذاتها. ماشي، سامحوني انا ما عرفتش اغطيها قوي المره دي، الماتش المره الجايه ان شاء الله نغطيها بشكل احسن، هي والشبكات. هو المفروض المره الجايه كنا استنى احنا المره دي نخلص البارسلز والشبكات، ولكن زي ما انتم شايفين المره دي بشوف حاجات ليها اولويات افضل من الكلام ده، فبقى ايه،
بحاول ازود عليها. ولكن مبدئيا ان شاء الله المره الجايه هناخد شويه في البارس ده اكون مرتبها بشكل افضل يعني، والشبكات برضو ايه نغطيها بشكل ايه بشكل كامل ان شاء الله المره اللي جايه. فسامحونا ان كنا قصرنا المره دي، مرهقين بس شويه والله معلش. جزاك الله خير يا باشمهندس والله متشكرين. الله يبارك لك. لو تحب خلاص نقفل المحاضره على كده ونكمل لعبه. لا لو في سؤال ولا حاجه مفيش مشكله يعني، فكره بس طيب. يعني عشان هم السؤال ده وخلاص. المهندس رامي عنده عامل حاطط سؤالين تقريبا او ثلاثه. عايز اخرج جدول مقاسين منسوبين مختلفين ليكون منسوب اكس واي زد اكس واي زد 1 زد 2 وعاوز ظهر عمود اناره وقاع حفره. بص هو مبدئيا النقطة ما بتاخدش 2 زد، ولكن انت ممكن تعمل حاجة 2 زد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ هو بص مش هتطلع ما اعتقدش انها تطلع في جدول، هتطلع بس في بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ممكن والله تطلع في جدول. لحظة واحدة كده، لو احنا عملنا حاجة فيها نقطة نعمل نقطة بس كده، لأن هو مبدئيا البرنامج مش هياخد منسوبين في ايه في نقطة واحدة. ادي نقطة هنزلها مثلا في الرسم، الفيجن بتاعها 600 تمام كده. حلو دلوقتي كده دي نقطه منسوبها 600 ماشي. ممكن انت بتعمل حاجه اسمها اكسبريشنز مصطلحات. الاكسبريشن دي بتعمل عمليات حسابيه جوه مين؟ جوه الحاجه بتاعتك نفسها في البوينت ستايل. بسم الله الرحمن الرحيم في التيبلز، لا تيبلز ما فيهاش اكسبريشنز، بس دي بتيجي في الليبلز بس تقريبا ما بتجيش. بس انت ممكن تعمل يعني حاجه بسيطه او لفه بسيطه اللي انت بتدي، بس انا مش عارف انت المنسوبين دول هتستدعيهم ولا هتعملهم في الرسمه يعني هتحسبهم. لو هتستدعيهم سهله، استدعيها على اساس ان هي رو ديسكريبشن، او اعمل لها عمود ثاني اضافي، او اعمل لها عمود اضافي. مثلا في الحاله دي انا هعملها على اساس ان هي رو ديسكريبشن وعلى اساس 650، يبقى كده ده المنسوب الثاني. ولما تيجي تظهر في الجدول هتيجي تظهر التيبل. حلو كده، وهختار النقطه اللي موجوده وبقول له ضيفها هنا. هو بيقول لك انا عندك هنا الاليفيجن والنورسنج والايستنج والديسكريبشن. ساعتها بس انت كل ما هنا لك هتيجي على العمود تقول له ايديت تيبل ستايل، بتغير الاليفيجن تجيبها هنا مثلا، وادي الايستنج والنورسنج، وبدل ما هي ديسكريبشن خليها ليفل 2 او اليفيجن 2. يبقى انت كده عندك الريفيجن 1 اللي هو مثلا المنسوب الاولاني الاساسي، والريفيجن 2 المنسوب الثاني، تقول له اوكي. يبقى كده خلاص احنا قلنا اصلي ما عدلناش البتاع. ادي الريفيجن يجي هنا والايستنج تيجي هنا واقول له اوكي. يبقى انت كده عندك الايستنج والنورسنج والريفيجن والريفيجن 2. ده في حاله لو انت بتستدعيهم يقول لك كعنصر او سوري كعمود منفصل، انت ضيفهم بس كديسكريبشن، او ضيفهم كعمود اضافي. يعني احنا كنا ضيفنا ازاي نعمل عمود اضافي او بيانات اضافيه، ضيفهم على هذا الاساس ويجي معاك مفيش مشكله، ويظهروا معاك في الجدول زي ما انت شايف. ازاي احفظ لوحه سيفل بشكل سيفل الى لوحه اوتوكاد تحتفظ بكل خصائص السيفل؟ مفيش حاجه اسمها كاد يتحول سوري كاد، لو انت حولته سوري سيفل لو حولته كاد خلاص مش هيحتفظ بخصائص السيفل. قصدك يعني ان هو يبقى تفتح على اي جهاز كاد دون اخفاء او مسح اي شغل تم عليها بالسيفل كيفيه اقتصاص جزء من المخطط. بص مبدئيا اللي انت تبعتها السيفل، لا هي في بس متغير اللي هو بتاع البروكسي ده يبينها لك هناك كده، يبينها لك في الكاد، ولكن برضو على حسب الكاد اللي هتشتغل عليه. يعني انت 18 تيجي تنزلها في كاد اقل مش هتيجي، واخد بالك؟ لان هو كل ما هنالك ان انت هتعمل ايه ملف السيفل بتاعك هتبقى فيه اللي هي خاصيه البروكسي، هجيب لك برضه الامر بالظبط ايه، بحيث ان هو البروكسي دوت ان انت عنصر السيفل يفتح موجود ماشي معاك. يعني مثلا ادي سيفل 2018 هسيبها سيفل زي ما هي وهفتحها في كده يظهر معايا عناصر السيفل مفيش مشكله، ولكن هو ملف سيفل يعني مش هيفتح اساسا في ملف مين؟ مش هيفتح في ملف اقل، مش هيفتح في ملف مثلا 2013. في نفس الوقت حتى لو سيفته زي ما هو باصدار اقل برضه مش هيفتح هناك، البيانات بتاعته مش هتفتح هناك، ولكن هو حاجه في البروكسي نفسها بس. دي للاسف انا مش هيظهر معايا لان انا عندي ما عنديش كاد منفصل. فلو هو كاد خاص بالسيفل يعني، لان السيفل لما بينزل معاه سيفل وكاد، لو هو كاد خاص بالسيفل بيظهر برضه العناصر بتاعته فيها ما فيش مشكله. هو عايز بس يكون في كاد عادي موجود على الجهاز، ولكن هي امر في البروكسي بس. فلما هناك انت بتطلع البروكسي. مش فاكر والله اذا الامر اسمه ايه بالظبط. طيب معلش بس في طلب من حضرتك يعني اللي هو ايه؟
حد بيسأل حضرتك بس انك تتطرق لنقطة الكونتري كيت. حاضر عيني، بس احضر لكم بس المرة الجاية اجيبها بس الكونتري كيت. حاضر، لان هي فكرة الكونتري كيت هي عبارة عن، لو احنا حتى لو ما تعمل عليها بحث، عبارة عن مثلا لو في دولة على سبيل المثال، طبعا اللي عاملاها دول، مجموعة دول كتيرة من ضمنها أمريكا مثلا واليوكي اللي هي يونايتد كينجدوم، دول عندهم معايير معينة في عملية التصميم. مثلا على سبيل المثال عندهم كود خاص بيهم، عندهم شكل لوح خاص بيهم، شكل إخراج خاص بيهم، عندهم تيبيكال سيكشنز ثابتة خاصة بيهم، خاصة بالدولة بشكل عام. فهو بيوفر عليك كدولة يعني، أو زي مبرمجين زي ما بنقول مثلا، بيوفروا عليك الجزئيه اللي انت تعمل كل حاجه من جديد. لا، هو عاملين تمبلتس جاهزه فيها كل الاستايلات اللي انت هتحتاجها في الدوله دي طول ما انت شغال. مثلا على سبيل المثال لو في السعوديه، احنا مثلا هنا في قطاع تصميمي معين تيبيكال سيكشن خاص مثلا بوزاره النقل، فبدل ما انت تقعد تعمله من جديد، لا، في حد معزز مكرم عمل لنا عباره عن تمبلت جوه التيبيكال سيكشن ده، جوه شكل القطاعات المفروض يطلع عامل ازاي، مجهزها لنا ستايلات جواها برضو، ستايلات بتاعت البروفايل والبلان وكل شيء، بحيث انت لما ترسم بتختار بس الستايلات اللي موجوده اوريدي، موجوده معاك على الملف التمبلت ده وتشتغل بيها. هو نفس الشيء اللي عاملاه مين؟ عاملاه امريكا، وعاملاه المكسيك، وعاملاه الهند، وعاملاه كذا دوله، عاملة الكانتري كيت. كل ما هنالك احنا بناخد، هي كانتري كيت بيبقى مجهز، اما ان هو بيدي لك اكواد للطريق مثلا للتصميم، اكواد للتصميم ايا كان بقى، طرق، شبكات، ما الى ذلك، زائد بيدي لك تمبلتس على حسب كل دوله بتعمل اللي بتقدر عليه. يعني الهند عامله مثلا تمبليت بسيط، امريكا بسم الله ما شاء الله عامله سب اسمبليز كتيره جدا، وعامله اكواد كتيره جدا، وعامله حاجات كتير جدا. اليوكي نفس الشيء، عامله مثلا تمبليتس، مجرد ما انت بتنزل نجيب حتى كانتري كيت المره الجايه، ان مجرد ما بتنزلها بينزل لك تمبليت معاك، بحيث لما تيجي تقول له قائمه ستارت وتقول له انا عايز اعمل نيو، حلو كده، انا اسف معلش، نضغط على المساعد، هو بياخد هنا ديفولت، بتضغط هنا وبتقول له انا عايز اعمل براوس تمبليتس. هنا زي ما انت شايف السيفل 3 دي بيجي الامبريال والمتريك، هتلاقي بقى حاجه ثالثه او رابعه موجوده معاهم اللي هم ايه، بتوع الكانتري كيد، بحيث انت بتختارها وانت داخل من الاساس. ليه؟ عشان يتحملك، لان كل واحد من دول محمل بالاكواد بتاعته ومحمل بالاستايلات بتاعته، تمام كده. ولكن انت مجرد ما انت بتختار بقى اللي هو اللي جاي مع الكانتري كيد، هتلاقي بقى جواه الاستايلات بتاعته والاكواد بتاعته وكل شيء، بتحس ايه، بحيث لما تفتح الملف من البدايه يبقى انت بتشتغل على الايه، الكونتري كيت بتاعت الدوله دي، او الايه، او السيستم ده. في نفس الوقت بيبقى محمل طبعا بالكوردينيت سيستم بتاعتها، محمل بكل شيء. طبعا دي بتعملها مجموعه دول، وللاسف احنا مش عاملين حاجه في الدوله، في الوطن العربي خالص. انا صراحه مش عارف هو بتتعمل او بيقدموا لها ازاي، بس يعني لو بايدينا نعمل حاجه زي كده تبقى حاجه كويسه. تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس. الله معلش يبارك فيك. نعتذر اللي عنده أسئلة بقى، نأجلها المرة الجاية وعذرا. اه معلش، عشان انا والله مرهق شوية النهاردة، سامحونا، بس ان شاء الله المرة الجاية نعوضكم، ما تقلقوش. لا بس اكيد ليك والله. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك، شكرا. العفو يا باشا.